بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في رحاب محافظة المنوفية ومع كوكبة من علماء مصر الأفاضل الذين لهم بالفضل والشكر، الدكتور محمود، الدكتور حسام، الدكتور كمال، ربنا يجزيهم خير عن كل ما قدموه. عشان يعني يكون اليوم النهاردة مفيد وحيطة على الأقل كم واحد منكم يعني رينو بلاسكي، وعندنا البايونير بروفيسورز كلهم على استعداد ان يدخلوا خبراتهم من الجيل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بنشكر وجود حضراتكم معانا وكل الشكر والتقدير لاخونا الحبيب استاذنا الغالي دكتور محمود بيه فوزي، اخونا الغالي قوي دكتور حسام بيه السيسي، واستاذنا وحبيبنا الدكتور كمال العبيد، هو خلص اهو وطالع ان شاء الله، هو الجروب اللي موجودين تحت. طبعا يعني احنا باسم رابطة اطباء الانف والاذن والحنجره بالمنوفيه، وباسم قسم الانف والاذن التامين الصحي مستشفى دلال، بنرحب بحضراتكم جميعا. نقول لكم احنا دايما طول ما احنا ايد واحده ان شاء الله النجاح حليفنا، مفيش حد بيتاخر عندنا في اي تقديم عمل علمي طالما خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. اليوم يعني طبعا الحضور مشرف جدا، وانا سعيد جدا بالحضور ده، وارجو ان انتم تكونوا استفدتم وان شاء الله تستفيدوا بقى مع الكورسز اللي هي هتتعمل دلوقتي ان شاء الله. في عجاله، انا مش عايزين يبقى يعني البرنامج كلام عشان نستفيد علميا، بس انا عايز اعمل انونس على حاجه مهمه جدا، ان دلوقتي بقى الروابط الطبيه في النقابات الفرعيه لابد ان تقنن بتسجيل في النقابه العامه، والكلام دوت احنا طالبنا بيه من بدايه ما كونا الرابطه. يمكن اول رابطه اتعملت على مستوى الجمهوريه كانت رابطه اطباء الانف والاذن بالمنوفيه. احنا اللي كنا ابتكرناها، احنا كنا بنفكر نعمل جمعيه، وبعدين قالوا لا الجمعيه محتاجه مواد في الشؤون الاجتماعيه وبتاع، طب نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل حاجه اسمها رابطه. طب النقابه يا جماعه احنا هنعمل رابطه؟ قالوا لا نعرفكم اصلا، لا النقابه العامه ولا النقابه الفرعيه. وعملناها الدكتور جمال بيه، يعني كان هو يعني صاحب الفكره، والحمد لله اجتمعنا وكنا حوالي 3-4 بدايه الموضوع، والحمد لله زي ما انتم شايفين كل الاقسام يعني حزت حزونا بعد كده وعملوا نقابات، لدرجه ان احنا اجبرنا النقابه العامه انها تعمل حاجه رسميا للنقابات يتم تسجيلها في النقابه وتبقى بصفه قانونيه وليها امين صندوق وليها دخل وليها برام وليها نظام، وزي الجمعيه بالظبط بقت حاجه قانونيه وليها مقر في النقابه الفرعيه وكده. فاحنا دلوقتي تاخرنا وبقينا رقم صفر، في 5 نقابات اتسجلوا في نقابه اطباء المنوفيه الفرعيه واعلنوا فعلا تسجيلهم. فاضل احنا يعني تاخرنا، احنا كنا دايما بنبقى الاول، ولكن يعني هو حصل خير ملحوقه، بس لازم بقى اجباري ان لازم يعني العمل النهارده ده ما ينفعش نعمله في النقابه. ليه؟ لان احنا مش مسجلين رسمي، ولا ينفع نعمله باسم رابطه. ليه؟ لان لسه مش مسجلين رسمي غير قانوني. فاحنا لازم خلال ناخد يعني ان شاء الله اجراء خلال شهر 2 ده، هو لازم ندعو لاجتماع جمعيه عموميه ما يقلش عن 15 واحد، ونعمل تشكيل للجنه للنقابه وبحضور اعضاء من النقابه الفرعيه. الرابطه هتمثل 1، 2، 3، 4، 5 اعضاء، منهم 2 تحت سن 15 سنه. وهيبقى في رئيس رابطه او الامين ونائب رئيس رابطه وامين صندوق وعضوين من اللي هم تحت 15 سنه. نرجو ان لما نقول يا جماعه في اجتماع بقى جمعيه عموميه للرابطه، نرجو ان كل الناس تيجي، لان ده هيمثلكم 2 سنين، يعني المجلس اللي هيتكون هيتسجل بيه مدته 2 سنين. وانا ان شاء الله هنزل الورق بتاع النقابه، هم 5 ورقات هنزلهم على بتاع اللي هو الجمعيه، الرابط بتاع الجمعيه بتاع الموقع بتاعنا اللي عايز يقرا، وهيبقى الاشتراك سنوي 120 جنيه وقيمه تسجيل النقابه في النقابه العامه الرابطه
يعني في النقابة العامة 500 جنيه. طبعا كلام فاضي وحاجات رمزية، ولكن هتبقى مقننة ومأمونة، مش نعمل تحت المظلة، وهيبقى معانا فلوس ومعانا نقدر نجمع وناس تدفع وبتاع، ونقدر نعمل حاجات كتير بقى، مش هيبقى لقاءات علمية فقط. نرجو لما نعلن على الاجتماع فقرر كل واحد يعرف، اي حد حتى لو مش مسجل معانا على موقع الرابطة يجي على اساس ان هو يدلي بصوته، وما نرجعش نقول ده فلان ده ما كانش ينفع وفلان ده كان ينفع، انت ما جيتش يبقى اللي تطير انت مجبر ان انت تكمل. مش عايز اطيل عليكم، ودلوقتي مع اخونا وحبيبنا الدكتور حسام بيه السيسي اللي امدعنا في العمليه، ومع البيزك راينو بلاستي، واتفضل الدكتور حسام وقال شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر دكتور جمال بيه، دكتور جمال الجندي، استاذ دكتور مجدي عمر على الدعوه الكريمه، ونشكرهم طبعا على يعني حسن الضيافه وعلى التنظيم الكويس لليوم النهارده. يعني طبعا كل السعاده ان معانا استاذنا الجميل الدكتور مجدي الصلاح. يعني طبعا سعداء بوجود طبعا الدكتور محمود فوزي معانا، طبعا نورنا الدكتور عبد الله، الدكتور كمال بقى برضه ربنا يعينه. فيعني يوم جميل طبعا الحمد لله، وشكرا جميعا والله، يوم جميل ان شاء الله، لان يكون في نشاطات كتير كده نتبادل فيها الخبرات سوا. وجود اللايف سيرجو طبعا بيسري جدا الميتنجز زي دي. فيعني ان شاء الله يكون لينا لقاءات مختلفه ومفيده ان شاء الله. علشان الوقت برضه احنا اعتقد احنا بيوند سكيدول يعني، ف المحاضرة اللي انا هقولها النهاردة هي بصراحة هتبقى مفيدة اكتر للناس قارية شوية، او الناس بقى عايز تاخد فكرة كده من كل فيلم اغنية، نعرف يعني ايه مثلا الدرافت الفلاني بتاع، بعد كده نروح نقرا على رواقة ونفهم كويس. صعب بقى اللي مفيش بيزكس شوية، لان هنقول حاجات كتير درافتات كتير، هننط من حاجة لحاجة، ما ينفعش كاننا بنتكلم على قارة افريقيا كلها، هنقول فيها بلد بلد وحتة حتة. فهي المقصود بيها النهاردة ان هي تبقى تدي اورينتيشن، المفروض انها كانت جزئين، جزء اناتومي وجزء بروسيدورز سيرجيكال بروسيدورز، لكن برضو علشان الوقت انا اخترت ان احنا نتكلم في بروسيدورز على طول. الاناتومي مور اللي اسمه معظم الناس اوريدي ايه المفروض ان هي عارفه. فاللي هنتكلم فيه النهارده عايزين ناخد سنس كده. طبعا عندنا الاورينتيشن بتاع الاناتومي مهم قوي، نبقى عارفينه. الكومبوننتس بتاعت البول يعني ايه؟ هو حتى الكورسر مش شغال. مثلا الرادكس كريجن يعني ايه؟ هنا الكومبوننتس اورجانيزنج الاريا اورجانيز، عندنا الرادكس الجزء الابر بارت او روت اوف ذا نوز، عندنا الدورزم الظهر بتاع النوز، عندنا التيب البيول، التيب اللي هو موجود عندنا هنا في المكان، والبيول او الجيله اللي موجودين على ايه؟ على السيرفس. لازم نكون رابطين ده بالاناتومي الاندرلاين، يعني عندنا الاثنين نزل جوه موجودين هنا باللاين تحتهم الاسمبل كروس الكارتليجنس بيراميد، عندنا طبعا معمول بالدورز سبتم والابر لاترالز موجودين على السايدز، واللور ثيرد اوف ذا نوز بيبقى مينلي الكومبوننت اللي موجود فيه هو اللور لاترال كارتلج، اللي بيبقى ليه لاترال كروس والانترميديت كروس والميديال كروس. من البروفايل برضه قديم في الريجن اللي عندنا، عندنا الرالكس لازم تبقى عارفين احنا فين بنتكلم عليه، عندنا هنا منطقه الرالكس الدورزم التب التب ريبيو هو اللي هو بارت ايه من حوض الرؤوس. السكين من الحاجات اللي بقى اللي الناس اللي بتشتغل غير بلاستيك بتحطها في الحزمه، عندنا طبعا الثيكنس اوف سكين ناتشرالي بيكون في ديفرنت ثيكنس موجوده على الدورس، عندنا الثيكنس بيبقى عند الرادكس بيبقى ثيك، بيبتدي يبقى ثين عند الريونيون عند الكي اريا، وبيبتدي يبقى ثيك تاني في الريونيون. ده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق معانا ان نعمل بروسيدورز معينه بنشوف الثيكنس اوف سكين، احيانا بنحب نعمل جرافتات بثيكنس اكتر عشان يدي ديفينيشن بشكل اكتر. وعلى عكس الكلام ده لو عندنا في تين سكين او الحته اللي عند الكي اريا الفيسيبيليتي بتبقى حاجه يعني مش لطيفه، يبقى في حتت احنا بنكبر فيها الجرافتات قوي، بنعمل فيك جرافت عشان نعمل جود ديفينيشن، الحتت اللي فيها تيك سكين وبالناس وبالذات عند الناس اللي عندهم ماتش تيك سكين، وفي حتت بنخاف من الفيسيبيليتي الحتت اللي عند الكي اريا وبالذات الناس اللي عندهم تين سكين. احنا عموما لو نيجي نتكلم بقى على كاننا بناخد عمليه كده من الاول، طبعا عندنا الانسيجنز، في انسيجنز كتير قوي، بس احنا بنتكلم على اثنين ابروتش
اساسيين الاوبن ابروتش والكلوز ابروتش. الاوبن ابروتش ده هنشوفه زي ما احنا شايفين عندنا في الرسمه دي اوينا شويه. الكومبوننت بتاعها يعني عندنا كولوميلر انسيجن وكونكتد بالانفراكارتيلاجوس انسيجن. الكولوميلر انسيجن احنا شايفينه هنا بقى عندنا الميد كولوميلر انسيجن اللي بنسميه دال وينج انسيجن، وبعد كده ليه اللاترال كومبوننت بتاع السايدز بتاع الكولوميلر دي ميدي من السكن، وبيبقى كونكتد بالانفراكارتيلاجوس انسيجن تحت الايدج بتاع اللور لاترال لاتر كراس اوف ذا لور لاتر، وده الانسيجن بتاعه. ممكن يتاخد زي ما هنا ده اليوجوال اللي هو الانفيرتد في او الدال وينج، في ناس بتاخده ستيب رادر. الفي مش سايتي قوي لانه متقفل ما بيبقاش سايتي قوي زي التانيين، لكن دي اليوجوال ايه انسيجنز اللي ممكن ايه تتاخد. طب لو هنعمل كلوزد ابروتش ايه الانسيجن بتاعنا؟ الانسيجن بتاعنا بيبقى فول ترانسفكشن انسيجن، يعني في الممبرن السيبتم قدام الانش اوف ذا كول السيبتم، وبيبقى كونكتد بانتركاتلينس انسيجن. انتركاتلينس ده اللي هو ايه؟ اللي هو ما بين في لامن زي او في الانتركاتلينس ايه؟ ما بين الابر لاتر واللور لاتر، ما بين الانش اوف ذا لور لاتر والابر لاتر. ده بيبقى كونكتد مع بعض. وممكن لو احنا عايزين نعمل كمان الدليفري ابروتش ان احنا نخش يعني النص ده داخل تحت الانفراكارتليجنس انسيجن مع الانتركاتلينس انسيجن. انفراكارتليجنس اللي تحت الرم على طول، انتركارتليجنس اللي بين اللور لاتر والابر لاتر. يبقى انا لو عملت كده بعمل دي دليفري في الكلوز ده ابروتش، اطلع الدور بره واشتغل عليه. لكن النون دليفري العادي خالص بيبقى الانتركارتليجنس انسيجن مع الفول ترانسفكشن انسيجن. يبقى اول حاجه الكومبوننتس بتاعت الابروتش ايه؟ الانسيجنز اللي قلنا عليها. نشتغل بقى بده ونشتغل بده. هي طبعا فيه انديكيشن لكل واحد وبرده ماتر اوف تريننج، يعني في ناس واحده على ده وناس واحده على ده. هنا لو خدنا ستيب باي ستيب كده الابروتش، احنا هنا الاوبن ابروتش هناخد من الشمال لليمين. اول حاجه ناخد الانسيجن بتاعنا الميد كيلومتر انسيجن، وبعد كده اللاترال وبالتالي ده السنترال كومبوننت بتاعه والميديال كومبوننت. هنا اللاترال كومبوننت بتاعه نخش بالمقص السكشن كده وراه، بنبقى قدام الانتيريور ايدج اوف ذا ميديال كراس تمام. وبعدين بنعمل سيبريشن زي في الصوره هنا. هو لو في بس حد من الشركه لو معاه بوينتر هيساعدنا كتير. وبعدين بنعمل بس الاوبتمايزيشن، بنعمل ديسكشن اوفر ذا لاترال كراس. خلصنا الديسكشن بتاع الميديا واللاترال كراس بنطلع منه على الدورزا اوف ذا نوز. بعد الدورزا بنبتدي ناخد البوني بارت. يبقى احنا كده عملنا واتس كولد سكيلوتنايزيشن او ديكورتيكيشن مثلا. ده البيزك ستيبس ستيب باي ستيب في الايه في الاوبن ابروتش. وبعد كده نبتدي نتعامل ممكن مثلا هنا نشيل بعض نعمل الفلترين ايا كان، وده الكلوجر بتاعنا. يبقى ده اوفر فيو كده يعني ايه لما نعمل اوبن ابروتش، ازاي الانسيجن وازاي الخطوات ايه بتاعتنا. الكلوزد ابروتش بقى زي ما اتفقنا ده برضو الايه الستبس بتاعنا. هنا الانتر كارتيلاجنس انسيجن ما بين الاتش اللور اتش اوف ذا لور لاترال والابر اللور اتش بتاع الابر لاترال والكرينيال اتش بتاع اللور لاترال اللي هي الانتر كارتيلاجنس. ناخد فيها الانسيجن وبيبقى كونكتد زي ما احنا شايفين. ونقدر هنا لو خدنا طول انسيجن نطلع الدور بره نعمل فيها اي بروسيدور زي ما احنا شايفين. يبقى ده الكلوزد ايه ابروتش. قصه بقى ده ليه حلو وده ليه وحش، ده موضوع بياند الايه الكلام اللي احنا عايزينه. طب الكلوز ابروتش ممكن مثلا نعمل بيه زي ما احنا شايفين، ممكن مثلا نخش نعمل بيه هامر سكشن، ممكن نعمل بيه راسبنج، ممكن نعمل بيه كده سيبتال تريننج. فممكن ينفعنا في بعض ايه الامور، بس مش الامور الكومبليكيتد زي الريفيجنز والليفت والحاجات اللي زي دي. لو هنتكلم على البروسيدورز اوفر اول في رادك بلاستيك هناخدهم اناتوميكال، الحاجات اللي بتحصل في الرادكس بدورزم، الحاجات اللي ممكن تبقى ريليتد للسبتم. الصوت معقول كويس؟ سامعين كويس؟ الحاجات اللي ممكن تبقى ريليتد للسبتم والميدل ثيرد والبروسيدورز اللي ريليتد لور ثيرد او تبلوبيول ايه سبتم. من الحاجات اللي احنا مثلا لو اتكلمنا عن الرادكس عندنا حاجه رادكس حاجه رادكس ريدكشن ورادكس اوجمنتيشن. تعالوا نشوف الصوره دي الاول. هنا عندنا ودي بقى المحاضره الاولانيه بقى عايزين نقول يعني ايه رادكس ويعني ايه اوجمنتيشن يعني ايه هاي رادكس ولو رادكس، انما خلينا باي باس دي ونشوف. هنا مثلا عندنا الفرونت نيزل انجل عندنا هنا فيري شالو وده بنسميه الهاي رادكس. علشان ناخد بروفايل كويس مش بس احنا اللي عايزين ننزل مثلا الارم هنا، انما كمان عايزين نعمل ديبنينج للرادكس. اوكي
يبقى البروفايل بتاعنا مش بس دورزم، لازم كمان الرادكس له دور والتاب له دور. فاذا احنا لو بصينا هنا كده الشكل هنا لطيف. طب لطيف ليه؟ تلاقي الرادكس فيه سنة ريسكشن اتعملت، والدورزم كمان فيه سنة ريسكشن، والتاب حصل فيه سنة ريسكشن. طب البروسيدر ايه اللي عايزين نتكلم فيها بحاجه زي كده في موضوع الرادكس ريسكشن؟ هو الرادكس حاجه من الاثنين، الكومبوننت تو بي ريديوست حاجه من الاثنين، يا اما بوم يا اما مصر وسوفتش. كويس. الرادكس البوم طبعا الرسب او الشيز كده او الباورد انسترومنتس زي الدريل زي البيزو والحاجات دي، عموما الحاجات اللي تبقى محتاجه اكسس قوي ونعمل ديسكشن ماتش كرينيال ومحتاجه جود اوبزرفيشن، يعني الحاجات اللي محتاجه برضو ايه اكسبيرينس شويه، ليها طرق مختلفه نعملها بالطريقه اللي تستريح لك. واحيانا مش لازم دايما تبقى بول، ممكن يكون فيه مثلا المصل جزء من البروسيدرز او السوفت تيشو برضو نيد تو بي ريديوست. يبقى ده اللي ممكن نعمله في الرادكس ريدكشن. وده اكزامبل زي ما قلنا الهاي رادكس الصوره اللي على الشمال، ونايس رادكس الصوره اللي ايه اللي على اليمين. هنا برضو هاي رادكس عندنا الفرانتو نزل انجل، يعني احنا بنتكلم بنبقى عايزين حوالي 125 درجه في الافرنج. فلما بيكون هاي بنسميه يعني تلاقي بنقول عليه شالو رادكس، نعمل ديب ديبنج ايه للرادكس. على عكس الكلام ده الاوجمنتيشن، لما بنلاقي الزاويه فيري اكيوت، تعالوا برضه نشوف الصوره الاول انها عكس الايه. عندنا الصوره هنا ده كان عيان كان نزل سمول فراكشر باي ذا واي، التيب اليفيتد، الدورزون كله والرادكس كله كولابسد، فعندنا فيري ديب رادكس. هنا مع الاوجمنتيشن اوف ذا دورزون اوف ذا رادكس يدينا بروفايل كويس. يبقى هنا محتاج نعمل رادكس اوجمنتيشن. الاوجمنتيشن طبعا له زي اي اوجمنتيشن له ماتيريالز كتير، لكن the more natural component the best the result. ممكن بقى نعمل كارتلج، ممكن نعمل فاشيا، ممكن نعمل كارتلج وفاشيا، حاجات اللي هي السينثيتك كتير لكن ايه غير مستحبه. فممكن تعمل دايسنج مثلا هنا زي ما احنا شايفين دايسنج لوحده، تعمل دايسنج فاشيا بايف تتحط لوحدها تتخيط، ليها بروسيدجرز مختلفه، لكن ايه في الاول وفي الاخر محتاجين يبقى اوجمنتد بموضوع ان الرادكس has to be augmented. طيب موضوع اللي عنده سادلنج ولا عنده هام ساعات بتلخبط. هل احنا عندنا المشكله هنا ان احنا عندنا الدورسال هاي ولا عندنا السوبر تيب هي اللي دوب؟ فدي محتاجه ايه؟ يبقى عندنا القياسات بتاعتنا والايه؟ وشغل بقى. تعالى ناخد شويه اكزامبلز كده. احنا عندنا هنا السادلنج ممكن يكون كارتليج مستدلنج الهايت بتاع الدورسال كويس، لكن المشكله عندنا في السوبر تيب. وممكن يبقى الكارتليج هنا كويس والبون هو اللي ايه اللي ديفيشنت، بنسميه بون زاك، او ممكن يبقى كومبايند. حد ممكن يبقى عارف او حد يحب ينتراكت معانا يقول لنا امتى غالبا يبقى عندنا بوني سادلنج لوحده؟ لو هو كونجنت. طيب ممكن ايه كمان؟ سيفلس ماشي، حاجه عملت بون كروز اوكي. ايه كمان كومن قوي بنشوفه؟ موست اوبرت بنشوفه كتير، يعني هو نادرا لما نلاقي حد عنده كارتليجنس دورزم هو العالي والبون لوحده واطي. لو كان عنده ليجن قديم سيست او حاجه تشال، في الاغلب بيبقى بوست اوفر ريسكشن للبون كويس، اتشال الدورزم وتساب البول بيك الجزء اللي تحت او كورتيجنس اللي تحت، ده موست بروبلم. لكن طبعا ممكن نلاقي الكومباين سامبلنج ده خالص ده من الانتروجينيتال اكتر، او مع السرير كلوما زي النزل اسمه زي الرد اللي شفناه ايه من شويه. تمام. على عكس الكلام ده ممكن عندنا نزل مهبط كتير. الهم لما بنشوفه كده يقول لك ياه ده احنا عايزين نعمل رسم كتير قوي للبون. هو الهم جزء كبير منه بيبقى كورتيجنس باي ذا واي كويس. واحنا دايما لما نيجي بكره نبص على الهم نقول يا ترى احنا هنعمل ايه بالظبط؟ بص فين الكيه دي، بنبص فين الكيريا بتاعي، سواء بفحصه وبحس فين الكيريا او على اشعه، فبعرف انا بشيل كومبوننت قد ايه، لان حاجات كتير من الهام تحتاج راسكنج بسيط للبول عشان ما اعملش اوفر سكشن وارجع اخش في قصه ان انا عايز اعمل اوجمنتيشن في نهايه العمليه. كويس. يبقى اذا عندنا ممكن يبقى عندنا كومباين هام، ممكن عندنا جزء البول بس والكارتش هو اللي ممكن يبقى عندنا كارتليج مثلا. كارتليج هام ده غالبا زي ما اتفقنا بيكون فيه اوفر سكشن اتعمل في الدورزر، فهم الاثنين متداخلين مع بعض، بس هي محتاجه ماتر اوف ايه اوف اكسبيرينس وبعض بعض الاي اس اي. طب الدورزم ريدكشن مشهور قوي الرسم طبعا،
البون إليمنت أوف ذا أوف ذا أوف ذا دورسم أوف ذا هاي دورسم بيتعمل ممكن الرسم ممكن يتعمل برضو زي ما اتفقنا بدريل يتعمل يعني يتعمل بكورد انسترومنت زي الدريل أو البيتزو أو واتيفر أو اليوجوال يتعمل إيه بالرسم. وطبعاً إحنا عندنا الرولز بتاعتنا بتاعت الرسم اللي يعني إحنا نتكلم عليها يفضل إن إحنا نشيل بلاستيوم عشان ما يعملش طيب ما يعملش كولر فورميشن يفضل إن إحنا نعمله إنكريمنتال يعني نقعد نشيل ونبص نشيل ونبص عشان ما نعملش إكسس ريدكشن إيه للدوز. موضوع الإن بلوك لسه في ناس بتعمله إن أنا أخش أخد حتة من الكارتيج يعني بالمشط وأمشي معاها وأخد أحف معاها الكارتيج البول ما نقدرش نقول إنه 100% غلط حاجة يعني لكن هو كتير بيخلينا نعمل ان اكيوريت استيميشن. الافضل ان احنا نشتغل ورق على البون وننزله ونشوف قدام عينينا الكارتج حتى احيانا ممكن ناخد حته من الكارتج مثلا نعملها سبريدر فلاب او وات ايفر نستفيد منها انما قصه احنا ناخدها يعني لطشه واحده كده مش ايه مش مفضل وبنسلك وبالتالي بنسميها كومبوننت هام ريسكش. كومبوننت يعني ايه ناخد واحده واحده نشيل البون الاول نفتح الكارتج نشيل السيستم بعده وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعد قبل اللطشه. انما الكومبوزيت هامر سكشن اللي هو موجود زي ما في الصوره دي حتى الانسجن في الكارتج من تحت وقمت داخل حافف لحد فوق فده مش مفضل يعني. هنا مثلا كيس ديمونستريشن لقيت الحاله اللي فيها بيركس هاي سوري دورسن هاي عارف ان الاضاءه سيئه طبعا يعني الدورسن هنا هاي والريدكس هاي فهنا مع الريدكشن بيدينا البروفايل اللطيف ايه الحديدي لطيف شويه مع التيب ايه اليفيشن شويه. هنا برضو دورز ريدكشن زي ما كان دكتور محمود كان بيتكلم في محاضره لطيفه قوي هو الراينوبلاستي مش ان احنا داخلين نعمل عروسه المولد خالص. الراينوبلاستي ده قصه ان ايه اللي ينفع العيان وايه اللي العيان يحب والموضوع ده محتاج جلسه نقاش محترمه مع العيان. يعني مثلا دي مثلا الشخصيه دي هي انا مش عايز مناخيري تتغير امال جاي تعمل لي عمليه ليه عشان 1 2 3 خلاص هي فاهمه هي عايزه ايه هي عندها ايشوز معينه عايزه يتعمل كذا فمش لازم مثلا نعمل مناخير زي دي سكيوبنج نوز هي دي مبسوطه بيها هي عايزه كده هي متعقده بالمناخير دي وعايزه المناخير دي. الثانيه دي لو عملنا لها كذا تقول لك ايه ده انا اتشوهت انا مش عايز انا مش ده انا مش حابه ده. فاذا القصه دايما برده تو بي كالبريتد لحاجات كتير قوي يعني برده واحده عندها 25 سنه ولا واحده عندها 50 سنه ينفع يبقى نفس الكونسبت واحده مثلا ست مثلا مديره مدرسه وبنوته في الجامعه عشان فاذا وقت دو فور افري كيس كود بي كاليبريتد وذ ا لوت اوف ايه فور فاكتورز. رحمه الله فيك. انا برضه دروس ريدكشن ممكن الاكزامبلز دول يدوا لك ثلاثه يعني الدرجات بتاعتنا في ريدكشن اول واحده شفنا سكيبنج دورز شويه اللي فاتت كان عندنا يعني almost none changes هنا عندنا change بس مع straight ايه dorsum الدورسم الحريمي بيبقى 2 ملي تقريبا تحت الدورسم لاين اللي هو موجود من radix للتب هنا يعني almost على اللاين بس ايه الستريت نوز ساعات بيبقى لطيف برضه ناس ايه بتحب. هنا برضه minimal reduction للدورسم وفي bony component وفي cartilaginous component. I hope ان الصورة تبقى يعني as much. الشيخ الدوز الاوجمنتيشن بقى في حركه السدلي. طب ايه الاوبشنز اللي عندنا زي ما اتفقنا في حاجات ناتشر وفي حاجات ناتشر هنا موجوده عندنا في الستايل دي بعد الايه البايات يعني من اول الحاجات زي البيرماكول والحاجات السنتيك ممكن استخدامها كل مدى بيقل ميزتها انها سهله وموجوده ومش هقعد اخد وقت ان انا اخد جرافت واقعد افصصها واعملها ومش عارف ايه بتاع يا دوب برميها على طول. انما طبعا وقت قليل ووقت في المستشفى اقل وكلام من اقراه في الكتب ان العيان بيرجع بيته ويرجع شغله واحنا طبعا ده شغل ولا مشغله يعني مش فارقه معانا. انما هي اكشولي بتقلل التايم وبتقلل حاجات كتير انما هي فعليا ليها مشاكل برضو موضوع الانفكشن والاكستروجن والحاجات دي فبنلجا احسن للايه للحاجات النشر ده ممكن يبقى حته جرافت اي كان السورس بتاعها ايه ممكن حته فاشيه لو انا واخد مثلا ريب او حاجه زي كده ممكن يبقى دايسنج او دايسنج ان ايه ان فاشيه.
يعني بعض الاكزامبلز هنا مثلا صوره جرافت كبيره دي حاجه تريب جرافت. وطبعا عندنا الدورز اورمنتيشن ممكن يبقى جزء كبير جدا هنا جريد جرافت مالتيبل ستراتا. هنا مثلا ديمونستريشن سبير سادلين ممكن تحط لايرز. طبعا ده على حسب الديجري اوف سادلين بنشوف الريبير بتاعنا. يعني مثلا لما يكون سبير سادلين زي ده مش حاجه اقول ده انا هحط واحده جرافت صغيره من السته يبقى نون سنس. لازم اعمل لو هعمل اكتر مثلا من 4 مللي او من 5 مللي غالبا بنعوز سيجنيفيكانت فوليوم اوف كارتج. غالبا بيكون اكسترا نيزل غالبا بيكون مجرد. لما بيكون حاجه صغيره خلاص ممكن ناخد جرافت صغيره من النيزل سته مثلا. ودي زي الدمونستريشن كده الحاله فيها برضه سلايسز من الريب. وبعد ما بنحط كده سلايس يعني لاحظنا الهايت هنا طبعا شايفين كويس هنا غير هنا. وفي الاخر ممكن نعمل حاجه عشان تاخد الكونتور كده نعمل دايسنج ونحطه في الايه في التشي. هنا برضو بقى ممكن الاوجمنتيشن لو حته صغيره يعني زي في نهايه العمليه خلصنا خالص ولنا حته نقره صغيره كده. الناس اللي شافوا معانا تحت احنا شغالين حته سمره كده كده عايزين نزودها بس لا خلاص نحقن الدايس كارتج بنعمله بنقطعه ونحطه في سيلي كونسولين ونحقنه فيعمل لنا جود فيلنج او كاموفلاج لديبريشنز ايه صغيره. دي برضو حاله ريفيجن فيها حتى لو في الشكل ده يا جماعه بنسميه ايوه بنسميه بقى انفيرتد في. يبقى في حاجات كده لما بتشوفها انا عندي اعمال عمليه مش لوحدها فيري ليل يعني. فده كده انفيرتد في محتاج ايه؟ محتاج نعمل له ريكونستراكشن للدورزن او الليجن بسته التراكتج واثنين سكريلرز فيدينا ايه؟ حتى اللاين موجود هنا مش مرسوم هنا انتربتد عشان الستاندنج هنا اللاين موجود والسايد وولز موجوده يبقى ده برضو الدورز الاوجمنتيشن. الاستيوتومي عالم كبير الاستيوتومي لكن خلينا نتكلم في بعض الحاجات اللي تهمنا عشان ما نغصش يعني من الحاجات المشهوره اللي بتتعمل لما باخد باراميديال استيوتومي مع لو تو لو استيوتومي واكملهم مع بعض بترانسفيرس استيوتومي. ده اللي ناس كتير يعني ايه بتعمل. ممكن نعمل حوات سكوب ميديا اوبليك يعني امشي كده واقوم لافف كده واعمل لو تو لو واقوم لافف فوق ماشي. نفس الكونسيبت. لكن دي معظم الحاجات. طبعا احنا بنعمل امتى الاستيوتومي؟ حاجات مثلا اللي عندنا الريدكشن رايت بلاست عندنا هم بنعمل رست فوق يبقى عندنا في الاخر الرست بتاع الرست عندنا الاوبن روف فما ينفعش نسيبه لو لقينا فيه الايدجز دي كده ما ينفعش نسيبه. فايه؟ بناخد بنكمل الموضوع ده باللاترال والانترميديت او ترانسفيرس استيوتومي. او نعمل نارونج للنيزل بول او نعمل برودنج لو عندنا فيري سمول نيزل بول نعمل ونحط سبيس الجرافت ايه ونوسع. او نعمل الاينمنت للكروك نوز مثلا زي ما كنا الحاله اللي اشتغلنا فيها النهارده حاله معوجه فبنكسر العظم ونعدله عشان يدينا ستريتنج ايه للدورس. هنقول بسرعه قوي ولا بسرعه بس؟ بسرعه قوي ولا ماشي الحال؟ انا برضو الاوسيوتومي طبعا احيانا ممكن ايه نعمل اذر اوسيوتومي زي ده مثلا بنسميه دبل ليفل. لو عندنا جون عريض جدا اتكسرنا هنا واتكسرنا هنا هتلاقي حته كبيره قوي برضه بالذات لو كونفكس. فممكن ناخد انذر لاترال استيوتو اللي بنسميه انترميديت اللي هو الايه الدبل ليفل استيوتو. دي الاساس يعني في حاجات كتير بس ده ايه الاساس. زي العيان ده كده عنده فيري برود نزل بول لو كسرنا هنا بس وكسرنا هنا مش هيكفي عايزين نكسر واحده في النص فيدينا دبل ليفل ايه استيوتو بيدينا في الاخر سكابتنج موتيف لده. وزي دي برضه عندنا فيري برود نزل بول وهنا في ايه معارف يعني يبقى دول وده اللي ما فيهمش يعني فرايتيز كتيره رادكس والدورزم رادكس اوجمنتيشن ودكشن دورزم اوجمنتيشن ودكشن وحسب الاماونت وحسب الماتيريال ايه اللي بنحتاجها. طيب السبتم بقى والميدل ثيرد عندنا في كلام كتير والله المستعان ربنا يعيننا. السبريدر جراف ناس كتير قوي تقول لك ايه موضوع السبريدر جراف عايز تتخيل ايه السبريدر جراف. السبريدر جراف لطيفه ومهمه. طب السبيلر جرافت بنحطها امتى؟ انا عايز برضه يعني اسمع اشوف امتى بنستخدم السبيلر جرافت؟ انفكتد دي حل بيها كويس ولو في ديفيرتد نوز اخر حل بيها السبيلر جرافت ماشي ولو في يونيلاترال ديفيرتد نوز ممكن تكون نحط يونيلاترال سبيلر جرافت كويس. اوجمنتيشن للدورس يعني انا بعاني الدورس
طب الاول نتفق على حاجه، اين يوضع السويلر ده؟ نزل نزل فالف ما بين الدورز السبتم والابر لاترال كارتج وين ذا دورز اوف ذا صح؟ يعني بنقولها كده، لو ده السبتم كده، لو الترانك ده السبتم، ولو الدراع ده كده الابر لاترال، والباب ده هو الانترنال نزل فالف، والفالف ده كله لابس شويه، لو انا حطيت ما بينهم حاجه هتوسع لي الفالف، يبقى كده الفالف بس زي كولابس اللي كده مفتوح. يبقى عند الدورزة، لو ده الدورزة من فوق انا بحطها ما بين السبتم والابر لاترال. امتى بقى؟ ترى ده لو ايه انا ممكن اعمل بيه الاينمنت ماشي، زي هنا انا عندي هنا مثلا الجزء ده فيه ديفيشن، فيه تروب نص سنه، انا عايز اخليه ستريت، عايز اخلي عندي دورزة بتاتيك لاين زي ال 11 دول، فممكن احط سويدر درافت هنا يعمل لي سيمتريكال دورزة ماشي. ايه كمان؟ الانفرتد في انا علشان احول ان انا عندي سيبريشن ما بين البون وما بين الكارتليج عايز حاجه، عايز بريدج وابني عليه ممكن. طب ايه كمان؟ في حاجه فانكشن شهيره قوي لازم بقى نوسع خلاص. يبقى اولا السبيدر جرافت بنحطه فين وبنحطه ليه؟ طيب شكله هنا ايه لو احنا بنقلبه كاناتوم؟ ادي الباط اللي قلنا عليه، ادي السبتم، وادي الايدج بتاع الحجر الراجل. يبقى الزاويه دي اللي هي الانترنال نيزل فالف اللي هي 10 15 درجه، ودي مهمه قوي واحنا بنكشف على العيان اصلا. العيان جاي بيشيك النيزل اوبستراكشن، مش لازم انط ابص على التربنت او ابقى بس اورينتد للسيستم، لازم اسس الفالف، الفالف اسسه ستاتيك وديناميك، ابص عليه وعشان يتبص عليه لازم ينزل بقى عشان يتشاف فوق صح؟ ما يتشافش كده وانا عادي كده ببص، لازم اجيب له انجل او انزل له من تحت ابص من تحت لفوق ياخد فرصه انسبيريشن عشان اشوف الكولابس بتاعه. ساعات بيبقى باين من بره، الاقي فيه كريز اجريسيف كريز موجود من بره، فده يلفت نظري من الاول عنده، ممكن يبقى عنده فالف نيد سبورت. يبقى اذا المكان بتاعنا اللي بنحط فيه ولا فيه نزل فالف اللي هو عادي من 10 15 كويس، وادي المنظر هنا، ادي الزاويه هنا لو اعتبرها ايه، وانا لما حطينا حاجه بين الزاويه المكان وسع، ادي نفسها. طيب اللبني ده السبطه، الموف ده الابر لاترالز، الاثنين جراي دول هما السويدر جراف. باين هنا شويه في الصوره؟ باين. اوكي. يبقى اذا هنا بنثبتهم ثرو اند ثرو ستيتشز. دلوقتي دي عشان الدكتور محمود الناس اولا الدنيا المفروض عندي وقت قد ايه؟ مستمتعين دكتور محمود، برضه مش هيدخل علينا العلم. قاعدين مستمتعين. انت حضرتك تقول لي كده وبعدين بره براحتك. ربنا يكرمك. فاذا السبيلر جرافت عرفنا مكانها وادي ايه فيها، ودي كمان يعني سيرجيكال ادي السبتم، ادي السبيلر وادي الابر لاتش، يبقى ليها فانكشن وليها كوزموتيك ومن حاجات ايه اللطيفه، وزي ما دكتور محمود عبد الله قال نلعب بيها بقى نحطها نشوف دلوقتي. يبقى هنا السبيلر جرافت قد ايه جميله، ممكن ترسم الدورزه بدل السكيونج اللي موجود في الميدل ثيرد، تخلي لي ايه الدورزه، بس خلي بالنا ما نعملهاش وايد قوي عشان ما تعمليش برود ميدل ثيرد. طب على انهي سايد؟ على حسب على حسب، ممكن تحطها يمين تحطها شمال، تحط اثنين يمين تحط واحده شمال. في معانا حاجه دلوقتي هنقابلها دلوقتي. طيب السبريدر في لاب بقى او بنسميه الاوتو سبريدرز، والله احنا عندنا حاله هم شلنا البون بعد كده بقى عندنا الدورزه والكارتلج عادي، فصلناهم من بعض ونزلنا الدورزه والكارتلج، لقينا الابر لاتر لسه طويل قوي، فنقوم تانيينه لجوه نعمل بيه السبريدر فلاب. اعتقد ان الصور هنا مش مبينه، الصور هنا مبينه لكن هنا مش مبينه. فالسبريدر فلاب ان انا اتني الابر لاترال الطويل قوي واقوم تانيه حته لجوه، يبقى انا عملت منه فيه سبريدر، فبنسميه اوتو سبريدر او سبريدر فلاب. اعمل جوينت فيه. اتنيه لجوه، يعني كاني عملت له جوينت. على سيره الفالف طبعا بنتكلم، عندنا كمان ممكن نعمل باتنج للفالف. يبقى السبريدر يعمل لي ستريتنج، يعمل لي كذا ويوسع الفالف. طب ايه كمان للفالف؟ ممكن اعمل باتنينج، اشد الفالف من بره. طب امتى؟ لما بيكون عندي كولابس يعني ريجن موجود كمان على الدورزم على السايد، انا عايز ارفعه، اللي ممكن تلاقي فيه حته على بعضها كولابس او سقطه، فانا عايز ارفعها كلها، غير ان انا بفتح الفالف بس من جوه. لو انا فتحت وانا عملت السبريدر من جوه هيوسع لي الفالف، بس مش هيصلح، مش هيخلي السايد وول انفيتد او تاخد السيمتري او البيراميدال شيب اوف ذا راس. فممكن اعمل باتنج، لو بعملها عشان الانترنال فالف
بتبقى موجوده هنا ما بين الانتر كريستيزا سيجن ما بين ابر لاتر ولور لاتر وتبقى سبورت على كاليفورنيا ابروتش. وبرده ما نعملش حاجه ضخمه علشان بتبان بعد كده في العضله. نعملها the thinnest strong piece. The thinnest strong piece. ده نعملها ضخمه قوي يبقى شكلها غبي بعد كده، ولا نعملها ضعيفه ما تشيلش اصلا من السبورت بتاعها. الاكسترنال بقى بعد حاجه ثانيه. عشان بتثبتها بستيتش ولا بتثبتها هنا بتثبتها في بوكت ما عمرك ما هتعرف تخيطها، لكن هنا بتثبتها بستيتش. الاكسترنال بقى فالف ده بقى بيبقى الويكنس موجود بره في الايدج بتاع الماستر، فلما بنيجي نخيطها بنخيطها تحت الايدج بتاع اللور لاتر. هنا ما بين اللور لاتر والابر لاتر هنا تحت الايدج بتاع اللور لاتر عرفت برضه تبقى سبورتد على البيريفورم يبقى ايه كويس. ده عيان هنا ده منظر الكريز اللي بنتكلم عليه، ادي النارو الويكنس اللي موجود في الانترنال نيزل ياخد نفسه ومخيله تتشفط لجوه. هنا موجود الباتن اللي موجود وسبورتد هنا على الكاليفورنيا ابروتش. يبقى يدي شكل لطيف بدل الاجريسيف كريز اللي موجود، وفي نفس الوقت مع الانسبيريشن ما يبقاش ايه كولابس. ده شكل الاكسترنال فالف كولابس مع النفس يقوم فتصنفر. يبقى في ويك سبورت في الايه في الايله، ده غير بقى الانترنال. وهنا بعد الايه بعد الجراف اللي حطيناه تحت الانفراكورتيجوس ورا هنا ما بياخدش نفسه، بس احنا قلنا نضحك على الناس وكانه بياخد نفسه يعني في الصوره يعني. طيب اسمها بروجكشن، وفي حاجه اسمها اللينث اوف ذا نوز، حاجه اسمها روتيشن. خلينا نبتدي اول نشوف اكزامبل علشان يعني العيان ده شورت نوز مخيله قصير عايز تطول. الالونجيشن اوف ذا نوز له كذا تكنيك، واحده منهم السبريدر جرافت اللي قلنا عليها، بس عايزين نطولها عشان تزق التاج لتحت. عندنا ايه المشكله؟ عندنا شورت نوز المناخير مرفوعه لفوق، انا عايز اديها طول لتحت. طب اديها طول ايه؟ عايز الدورزل سبورت يزقني التاج لتحت. احد الحاجات ان انا بحط سبريدر على يمين السكر، بس بخليها طويله اطول من السكر، فبنسميها اكستندد سبريدرز. يبقى السبريدر العاديه في المعتاد بتقف عند الانتيريور سكتر انجل اللي هو الجنكشن ما بين الدورزال سيكتم والكودال سيكتم، دي سبريدر عاديه تفتح الفالف بتعمل الاينمنت زي ما قلنا الكلام ده كله. انما لو انا عايز اطول النوز احد الحاجات ان انا احط اكستندد سبريدر، وممكن اقوم اغيرها في السلايد زي هنا كده فخليت لي نهايه النوز طويله لتحت، يبقى ذيس از الونجيشن اوف ذا نوز. زي الراجل ده هنبص التيب هنا فين؟ هتلاقي التيب هنا هاي اوفر روتيتد، التيب هنا طولت نزلت لتحت، حتى شكل النوستر هنا النوستر الاوفر شو بتاعها لانها مرفوعه لفوق، هنا النوستر اليوجوال شو لان المناخير ايه طولت. فده هاو كان يو دو اكسندد سبيرر. هنلاحظ كمان زي ما قلت له عبد الله كان بيقول ارسم بيها دورز الاسيتيك لاين، يعني هنا في سادلينج في لخبطه حاصله، هنا السبيرز رسموا لي كمان دورز الاسيتيك لاين وطولوا النوستر. يبقى ده اكستندد سبريدر جرافت من فوق. ايوه شوف هنا المناخير كامله كملت، الدورزر كله موجود، ده اللينس بتاع النسبكس والدورزر اسيتيك لاين اللي هي موجوده من الايه اللي بنسميها الاي بلاي تيب لاين مرسوم علشان الدورزر ايه الاثنين اكستندد سبريدرز عملوا الونجيشن وعملوا كمان ديفينيشن كويس. ممكن كمان حاجات اللي عملنا الونجيشن السبتر اكستنشن جرافت، يعني نفس الفكره تقريبا، حطينا اثنين سبريدرز وعملنا حاجه نص، او نيجي بعد احنا عندنا هنا مثلا شورت سبتر خلصان هنا، هنقوم حاطين له جرافت ثانيه عملت سبتر اكستنشن جرافت زي هنا. ادي الاوريجنال سبتر اهو اللي جوه ده، والحته دي جرافت خدناها من السبتر من ورا عملناها قدام. يبقى استفيد ايه من الستر اكستنشن ده؟ ممكن تديني كود اللينس وممكن تديني دورز اللينس كمان، احطها زي ما انا عايز عشان اشوف النواقص اللي عندي قدام.
في الجودل سيستم احنا فين دلوقتي بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على البروسيدورز بتاعه السيستم والميديو ستريت. الجودل سيستم الحاجات الخاضعه جدا جدا، وزي ما كنا بنتكلم النهارده بنقول يعني السيستم عمليه سهله، طب الجودل ديسلوكيشن ده عمليه هايفه؟ لا بالعكس، ده مشكله، لان لو الكود السيستم ديسلوكيشن مش عارفين بنعمل معاه ايه هيبقى حرام علينا، هندخل عيان عنده مجرد حته ديفيتد قدام بس طالعه كده، لواحد ممكن يبقى عنده مفيش تيب سبورت، واحد يبقى عنده نزل اوبستراكشن، لان الكود بارت اوف ذا سيستم از فيري امبورتنت. الكود بارت اوف ذا سيستم از فيري امبورتنت للشكل الدورزم وشكل التب وكل حاجه، والاير واي كنترول وكل حاجه. فالكود سيستم لو هنعمل كود ريسكشن عايزين يبقى ناخد بالنا بس من الصوره دي. ادي الدورزم سيستم، ادي الانتيريور سيستم انجل، ده الجزء اللي شودنت بي تريند الا لما يكون كبير جدا، وده الجزء اللي يسمح لنا ان احنا ده اللي بيعمل كولوميلر شو. يعني ايه الكلام ده؟ ادي واحد اهو، ده الراجل اللي عنده هنا كولوميلر شو كبير. لو انا مسكت السيستم ده قمت واخده من هنا لفوق كده باللاين اللي انا عامله ده، هتبص تلاقي التب دي نطت لفوق بقى شورت النص، لان الجزء بتاع الدورزال سيستم ماسك التب انها ما تطلعش لفوق، لكن الحته اللي تحت هنا اللي عامله انكريس كولوميلر شو او اللي بتبقى ديستوكيتد بنشوفها ساعات، ده الجزء انه يا جماعه ده الجزء اللي احنا بنشاور عليه اللي هو ده. يبقى انا لما اجي اكسبوز الكود السيستم بالشكل ده، دي انا جايبها من كتاب مجبور ان احنا نعمل كده. نادرا بقى لما مثلا يبقى في فراكشر او في حاجه، بص تلاقي الكود السيستم فلت معاك خالص، ما ممكن تشيل منه كله، لكن حذر لو عايز تشيل الجزء اللي تحت ده وسيب الجزء ده، لان ده لما ترجعه تاني مكانه التب هيبقى ساند عليه. وصلت؟ بلاش اوفر ريسكشن طبعا، واعمله واحده واحده، يعني شيل حته من اللي تحت وارجع بص على شكل كل ملة من الجنب، لقيت الشو بقى حلو، لا لسه كبير نشيل حته كمان، لا شايف ان التب طويل يعني مسبوق لتحت بالسيستم طويل، حتى لو تعبان بس هشيل حته من دي مفيش مشكله، يعني دي مش فوربيدن 100%، بس لما الاقي حته ديسلوكيتد شيل من هنا، بس خليك حريص قوي ان انت تشيل عند الانتير سيستم انجل. تلاقي العيان كان نايم طبيعي طلع معاك بمناخير مرفوعه وشكله ابيض. ده لو اتعمل بوكيتنج برضه خد الجراب اللي اتعمل بوكيت. الايه يا فندم؟ البوكيتنج اللي اتعمل لو اتعمل بوكيت. ما انت لو عملت بوكيت انت عايز كارتريجيبات في البوكيت. طيب. انما انت لو شلت ستريب من كل السيستم، اصل الستريب دي مش كودل سيستم بس. الستريب أيوه. دي كودل وطلعت على الجزء السيستم. ايوه. الستريب اللي انت لو احنا شلنا كده انت شلت جزء من الدورزا السيستم. دورزا. شلت جزء من الدورزا السيستم يبقى التيب اللي قدام الدورزا ده هيقوم مريح على فوق، مش هيلاقي حاجه يسند عليه. يرفع لفوق. يرفع لفوق، يعمل اوفر ريدكشن. ايوه. هو داخل يعمل سيبتم ومناخيره شكلها طبيعي، كل واحد شافه انت بقالك عامل كده ليه؟ انت قالها مش عارف، بص تلاقي الناس طول النهار والليل عماله واخدها مهزقه، هو جاي يعمل سيبتم. طلع بتشوه. هنا العيان بتكلوز ذا ابروتش كده، وايه؟ وفي انكريس كولوميلر شو مع الديستكشن طلع بره، ده انا بعمل له اسسمنت تشوف. هل هو فعلا عايز كل حته تتشال ستريت ولا حته من تحت ولا وهكذا. ده البوكت اللي الدكتور سامي بيقول عليه ممكن نعمل بوكت. الكلام ده مش راينو بلاستي، لا الكلام ده سيبتو بلاستي عادي. ان انا عندي عيان في انتير سيبتا ديسلوكيشن، طب فتحت عليه بهيم ترانسفكشن ديسيجن وعملت ديسكشن، لقيت السيبتم طول كمان خرج مني في الشارع. صح. بقى طويل جدا. يحصل كويس؟ طب اعمل ايه؟ ابقى كوش زي ما اتفقنا من شويه واشيل، وفي الاخر علشان يبقى ستريت وما يلعبش معايا احسن ستريب من تحت باجي هنا ريترو بليد كده، بعمل تانل ما بين الاثنين ميديا الكوره من ورا، واقوم مبيت فيهم الانش بتاع السفر، واقوم ايه ورا ثرو اند ثرو، يبقى هو كده ثابت في مكانه حتى لو ما مش في الانترنزل سباين. لو ما بلس اور ماينس ان انا ثابته في السباين. تمام. طب ثابته في السباين ازاي وانا فاتح هنا؟ لا عادي ممكن بتراكشن ونشوف وبالراحه وبتاع، نقدر بالكلوز ابروتش او باليوجوال قيمة ترانسفكشن ان احنا نخيط الكود الايدج اوف ذا سيستم في السباين. طب لازم؟ مش شرط. افرض هو في ليجامنتس اتاتشمنت حلو انت شايفه سنتر. خلاص. انما سيستم طاير خالص، خلاص نديله غرزه في السوفت ايشو او في البري اوستيم او في البول. المهم مش مهم تعمله فين، المهم ان انت بعد ما تاخد الغرزه
تحس ان السيبتم ما بيلعبش معك بقى ثابت. ده يعني ديمو اللي احنا كنا بنتكلم عليه حاجه كويس. بنقول ايه؟ بنقول ان احيانا السيبتم بتكتب الديسلوكيشن هتبص تلاقي جارب وجاي على وان سايد. فممكن ان احنا نعمل دريل هول ونخيطه، وممكن نعمل دريل هول ونثبته فوقيه، وممكن نجيبه الناحيه الثانيه حسب ما انت شايف قدامك الايه وايه محتاج. هنا بعد الديسكشن عندنا ستايل محترمه، عندنا كارتش كبير. هنا مثلا في الحاله دي عملنا تريمي، مش عارف لو شايفين الصوره دي، بس هو السيبتم هنا بايت على 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 الستايل. هنا هو بايت عليه، مرسوم عليه. ايوه. ممكن نعمل جروف، حد العدل يعمل جروف في الانتير نزل سبايد انتير، وممكن جدا بايت فيه. ممكن نعمل هول وناخد ستيتش وتر. ستيتش بيه احنا اللي بايكر ولا برولين؟ الافضل في الحاجات دي هي مكتوبه برولين. بس خليني اقول لك، لو انت عملتها ب 4 زيرو فيكرل بعد ما يدوم بشهرين بتبقى الموضوع زي الفل وماسك نفسه زي الحديد. كل ما نهرب كل ما نهرب من استخدام البرولين في النيزل سيرجري احنا الكسبانين. عشان الجرانوم. ممكن بعد سنه يجي لك عيان بانفكشن تحتاج تقطع ايه وتشيل الغرزه. بعد شهرين بعد ست ايه وات ايفر. في حاجات منصوح بيها ان احنا ناخدها بالبرولين لما بنغير عايزين نغير شكل الدوم جدا او بتاع. لكن يعني خلينا نبعد عن الاكسبشن. لو قلنا عموما ده بيتر ان احنا تو يوز ذا مور وي يوز ذا ابزوربابل سوتشر از بيتر ذان ان انا ابزوربابل سوتشر. حاجه اسمها التامبل دوم. احنا بنقول عندنا اكسس لينس حاجه من الاثنين، يا اما بنشيل بنقطع وبنرجع لطبيعتنا، او ما بنقطعش حاجه بس بنرجع الميديا لان هنا الكودل سيبتم طويل قوي زايد لتحت، فيا اما بنشيل استراك من الكودل سيبتم يا اما بنشيلش حاجه بس بنركب الميديا الكبرى على الكودل سيبتم اللي بنسميه تامبل دوم. يبقى ده الفيري لونج كودل سيبتم، هنا فصلنا خالص الميديا الكبرى ورجعناهم لورا وخلطناهم عليه. فده بنسميه تانجن جروف. بنعمله لمين؟ للانكريس كولومير شو زيها. الحاله دي عندها الحته دي باينه، تلاقي الفيستيبيول باين من جوه، الشعر والمناخير باين من جوه. عشان في كودل سيبتم زياده، يا اما نعمل ريسكشن يا اما نركب الميديا الكرورة على الكودل سيبتم عشان تانجن جروف. الصوره ايه تاني؟ اهي. كودل سيبتم زي ما هو ونرجع. طب انت ممكن نعمل تانجن جروف؟ لازم تعمله لما يكون في ميد لاين. ما ينفعش يبقى ميد لاين يبقى السيبتم معروف سنه وتعمل تانجن جروف، هتعوج المناخير عليه. يبقى المناخير من تحت وكل ما هي كمان معوج. فلازم يكون عندنا ستريت كودر سيبتم. الجزء الثالث التبلوبيو. كيفاليك تريمنج يعني احد اشهر الستبس. يعني ايه كيفاليك تريمنج؟ يعني انا باجي على اللاتر كراس بتاع الاير كارتج وبشيل ستريت كفاك. اكتر حاجه يعني بقوم مصغر الجزء بتاع الدوم نفسه. يبقى التيب فوليوم من هنا بتاع التيب سوري مش الدوم. التيب فوليوم نفسه من فوق الكفاليك تريمنج بتصغره. تمام؟ في الخطوات المحببه اللي بتعمل مشاكل. يا فندم؟ اوكي طيب خلاص كويس. التيب فعلا دكتور محمود هيكون فيها بروسيديو فكويس جدا، خلينا نبايباست يعني. وكل من الرسالة تكون برضو قصة ان ده بس عشان يعني ايه تيب فوليوم. هنا ده الريجن كله على بعضه التيب فوليوم الحجم بتاعه غير ان هو يكون ديفينيشن يعني برضه بس مش باين ومليان. هنا التيب فوليوم على بعضه قال وبقى واخد ديفينيشن. فالكفاله التريم ان احنا شايلنا الحته دي اللي فوق دي تخلي السايد هنا ايه يتلم كده يبقى لطيف. وده المقصود ان الاتفال التريم بيقلل التيب فوليوم. وكذلك هنا برضه ايه في نفس الوقت. ايه المحاذير وانا بشيل عشان ما يحصلش ويكنس؟ المحاذير ان احنا ما نعملش اوفر ريسكشن. الليمت بتاعنا بيعتمد على حاجتين، على الابسوليوت نمبر وعلى الاسترينس اوف ذا كارتج. يعني الناس تقول لك مش اقل من 8 مللي بس من 6 مللي لا. يعني اوكي؟ ولو فيري لو فيري لو ويك كارتج ممكن نعمل له اديشنال لاير اوف سبورت على الجرافتس برضو الكاب وتشيل الجرافت اعتقد هي برضو هتخش في سياق التيب بسبب الدكتور محمود بيتكلم عليها. دي الكاب لو هي حته بس على الدوم، ودي الشيلد اللي هي بتبقى حته على الدوم وحته كمان قدام الكولومير والشوت. في التيك سكين يبقى مهم قوي موضوع التيب جرافت. هنا فيري تيك سكين فلوبي
هنا التيب بجد بتدي ايه ديفينيشن لطيف. وهنا برضو لو بصينا عليها من تحت علشان ندي الديفينيشن بالذات في الثيك سكين نحتاج نحط تيب جرافت ايه وساعات بتبقى ثيك ومحترم يعني. حضرتك يا باشا هتتكلم بقى على اللابتوب اللي هو الليل والستيل والحاجات دي. طيب هو في مجموعه من البروسيدجرز انا كمان يعني انا عارف ان المحاضره دي شويه بتبقى ايه معلومات يعني ممكن مش عايزين نوصل لحد ان احنا ايه يعني نزهق او نفلير من المعلومات. بس في 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 خلينا نقول ان في جروب من البروسيدجرز قبل ما نعرفها يعني قبل ما الواحد يقعد يعرف هي دي بتعمل ايه لازم يبقى الكونسبت بتاع الترايبود موجود بالمعلومات. الترايبود دي تيب اوف دانس دي التيب اوف دانس. طيب يعني ربنا خلق المناخير دي معلقه كده في الهواء طالعه بره. طب يا ترى المناخير دي انها تبقى واخده روتيشن معينه تبقى فوق ولا تحت واخده بروجيكشن معينه معتمده على ثلاث رجلين بتوع الترايبود. الثلاث رجلين دول الاثنين لاترال لينك اللي هم اللاترال كوره اللي بتيجي تحت والميديا لينك اللي هم الاثنين ميديا كوره مع بعض يونايتد وزنين فوق. البريشر ما بين الاثنين دول والشيرنج بتاع السايز يعني مثلا عندي فيري لونج لاترال كوره هتيجي تحت لو عندي فيري لونج ميديا كوره هتيجي تحت فوق. انا لو جاي اعمل اي بروسيدجر ليها علاقه بالميديا الكوره او اللاترال كوره يعني اي تيب بروسيدجر لازم ابقى عارف كويس انا هعمل ايه في الترايبود. طيب هنعتبر ان ده التيب بوزيشن الحلو اللطيف ادي اللاترال ليج اوف الترايبود اللي هي معموله باللاترال كروس ادي الاذر لاترال ليج اوف الترايبود الاذر لاترال كروس وادي الميديا ليج اوف الترايبود. اي بروسيدجر هعملها لازم اعرف انها هتحولني من مكان ما لمكان ما سواء في البعد عن الفيس اللي هو البروجيكشن في ناحيه فين او سواء في الارك بتاع الميزوليبيا انجل يعني لما تترفع او تنزل اللي هو الروتيشن. فزي بعد كده في حاجات كتير بقى كل واحد دوران انت فاهم حاجه اسمها لاتر كور ستيف لاتر كور اوفرلاي مش عارف ايه. لازم نعرف قبل ما نشوف البتاع لازم نبقى فاهمين ده على التراكوز يعني يعني هنا لاتر كور اوفرلاي انا لو مصيت حته من لاتر كراس اصبح الشير بتاع الميديا كروس اكبر من الشير بتاع اللاتر كروس تلاقي التب طلعت لفوق وانا كمان قصيت تخش لجوه يبقى اللاتر كروس اوفر لين يعني اب روتيشن ودي بروجكشن زي هنا اب روتيشن التب طلعت لفوق ودي بروجكشن قربت للفيس. يبقى كده نمره واحد فهمت قبل ما اقعد اشوف بقى هو انا بعمل ديسكشن للسكن وبقطع الزيت انا عايز اعملها ليه؟ العيان ده ينفعه ايه؟ قصه ان انا وات دو قبل هاو تو دو. الحاجات دي فيعني ايه؟ تيجي الكلام ده بالنسبه لدي زي الناس اللي شافوا معانا في الحاله اللي تحت احنا في حاجات بيبقى عندنا نزل سن عريض قوي فبناخد حته من السن في حاجات الفلير نفسه كل بيبقى فيري فلير. ففي حاجات احنا حسب الاسسمنت بتاعنا اللي هي حاجه ايه ده ان احنا بناخد حته من الفلير فبنسميه فلير او الارر ويدج ريسكشن. انما هنا في السن في حاجات معينه ممكن يبقى يعني ده هنا الثيكنس بتاعه لطيف ممكن يكون محتاج حته ايه سن ريسكشن. صعبه بتاع السكر اللي فات ده قلتها مره في المحاضره اللي فاتت دي. اه دي ريد جرافت كمان قصه بقى اللي عملنا الاستراكشر للنوز كلها ممكن بزيد حاجات الفيجن الحاجات دي بناخد بقى الريد وبنبتدي نكمل الاستراكشر بتاعنا كلنا ناخد الجزء والسايد والسايد وورد يعني دي كولكتيف القصه ممكن كمان نحط بعدها فاشيه دي اللي هي توتال ريبيلدنج ايه اوفر نوز. طيب انا كده يعني تقريبا خلصت. لو عملنا سمري سريع احنا النهارده عدينا النوز لازم نبقى عارفين اول حاجه الاناتومي. الناس بقى اللي عايزه تشتغل رينو بلاستي او انترستد مش نجري نعمل اعلان في الشارع واحنا بتوع رينو بلاستي. يعني الايرا اللي حاصله دي ايرا عيب عيب واحنا مش لازم نمشي مع التيار اللي حصل نقعد ندور على الدعايه قبل ما ندور احنا نتعلم.
احنا اللي حابب راينوبلاستي هو له ليرنينج كيرف طويل جدا. له ليرنينج كيرف طويل وكلنا مؤتمنين على العيانين اللي بنعمل لهم عمليات. كلنا مؤتمنين على العيانين اللي بنعمل لهم عمليات. فالقصه موجوده والشغل موجود وفي ناس موجودين في هنا وهنا وهنا وهنا. اللي عايز يتعلم يعرف يتعلم، انما اللي يجري يتعلم هيضر نفسه ويضر غيره. دي احنا حاجه يعني نصيحه بامانه، لان في ايرا مش ظريفه حاصله في مجال الراينوبلاستي مش مفسره بصراحه. ما اعرفش احنا عندنا في المنصوره الموضوع بزياده، ما اعرفش عندكم الوضع ايه، لكن يعني شايف يعني الحالتين من التلاتة انا شايف ان الترند زايد بشكل مش كويس. فالقصه يبقى احنا عايزين نتكلم ان احنا هو العلم كله كده يعني، احنا مش بس مش خلقه يعني، بس هو بالذات عشان هو ديليكت وفي حاول تدوه كتير وفي كويزز كتير، هو محتاج فعلا يعني صبر وليرنينج كيرف كويس. يعني برضه من غير ما انا راجل استاذي اللي عليه نيرون بلاستي، انا اقسم بالله قعدت 5 6 7 سنين ما مضيت ما مضيت ايدي في مشروع، كنت بتفرج ومزاجي حلو على فكره مش زعلان يعني، قعدت اتفرج 5 6 سنين وانا مزاجي حلو يعني، مش برضه الواحد يكون عنده استعداد ان يفيد هذا الامر. فالشاهد مش لازم، مش بقول يعني، انما الشاهد ان كل خطوه تختمر ونخش في الخطوه اللي بعدها. يبقى اول حاجه نعرف اناتومي كويس جدا طبعا، ونتفرج ونشوف، وفرصة الرؤية دلوقتي بقت غير زمان، الفيديوز والكلام ده بقت غير زمان خالص يعني. الستبس نعرف كل ستيب تأثيرها ايه، دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، نعرف اناليسيس كويس ونعرف بلانز كويس، وبعد كده ننتقل من البرايمري للسكندري للكلام. البروسيدورز كتير قوي، نقسمها بقى حاجات حسب الاناتومي بتاعنا وايه، ويعني ربنا طبعا ايه ييسر الامور. وطبعا بنشكر تاني يعني الناس الكويسة الجميلة اللي دعونا، ونشوفكم على خير وشكرا لكم. شكرا مساء الخير جميعا. بشكر جدا الدكتور جمال والدكتور مجدي على الدعوه الكريمه، ودائما سعداء يعني بالتواجد معاكم. هنا بقى ايه هنتكلم برضو مش هطول عليكم. الكلام هيبقى على نيزل تيب. هو الدكتور حسام السيسي فتح الموضوع وانا كنت عايزه يكمل، لان السبب النهارده في حد سالني سؤال لطيف جدا، قال لي طب انا لو عايز ابتدي راينوبلاستي اذاكر منين اقرب منين؟ فالحقيقه انا ببص لها على ان الراينوبلاستي دي سو دايفيرس، دايفيرس يعني ما عندكش، عندك تول بوكس، عندك معلومات كتيرة وأساليب كتيرة، إنما تعمل أني واحدة وتنقي أني حاجة، دي بقى حاجة عايزة يعني وقت كتير وعايزة اكسبيرينس وعايزة شخصيتك. أنت بقى من نوع الكونزرفاتيف، أنت من نوع الأجريسيف، بتفرق. بس ما أقدرش أقول الكلام اللي أنا هقوله ده، أنا ما أقدرش أقول إن هو ده الصح خالص خالص. إحنا هنا تو شير أور اكسبيرينس. عشان كده ما كنت بسال مثلا الدكتور حسام هل انت مرتاح مع الريبز ولا لا؟ في ناس بتعشق الريبز وبتتفنن ان هي تعمل سمول انسيجن وتعمل اندوسكوبيك هارفستنج عشان يبقى سمول انسيجن، وعندها الريبز دي ما فيش حاله الا ما بتتعمل بيها ريبز. وفي ناس اجينست الريبز كومبليتلي. الدكتور حسام فود هي دازنت لايك ات، وعنده حق في رايه. وفي ناس يعني ما بين الاثنين، زي انا بعتبر الدكتور حسام السيسي كده، اللي هو لا انا مش هاخده فور نو ريزن، انا هاخده فور ا جود ريزن. ويمكن برضو نسمع الاكسبيرينس بتاع الدكتور كمال في حكايه الريبس في الكلافت بالذات. انا اعتقد الكلافت دي ها ما هو انا رايي صح تبقى ميد واي، بس يعني حاله الكلافت انا بعتقد صعب قوي ان انت تفولفيل كل الديماند بتاعت الجرافتنج من غير ريبس. فانيوي اللي انا عايز اقوله ان اي ويل توك اباوت وات اي بليف ان، ده بقى صح ده غلط بقى دي حاجه ترجع لي. وما تحاولش ان انت تقول لي انا عايز النبي قول لي القواعد او قول لي الخطوات، يعني انا باختصار شديد
انا ممكن اضع فن ان حتى الراجل قصده هو فن، مفيش حد يعلق حد الفن. ده صح لا وحضرتك تتعامل مع مين الرسمه دي؟ لكن مين يرسم؟ ايوه وهتتعامل مع مين؟ تتعامل مع a healthy individual. You don't have a patient. يعني لما حد يقول لي انا البيشنت ترى بيشنت ايه ده راجل صحته زي الفل اللي عايز يغير مناخير ده، فانت يو دونت ديل ويز بيشنتس، انت يو ديل ويز نورمال بيبل. وبعدين في حاجه ثانيه اللي هي فكره هو انت شايف الحلو ده ايه؟ ما هو انت ممكن تشوف الحلو بطريقه انا كده. ولسه احنا كنا بنتكلم على مثلا على سبيل المثال هامب بقى، مفيش حد يختلف ان النوز دي عاليه ولا مش عاليه. طيب انا لسه من حوالي شهر حد جالي وعاملها حلوه جدا elsewhere عند واحد انا اعرفه وراجل ممتاز جدا جدا وشايل هامب زي الفل، بس هي his character as a male changed. بيقول لي انا ماشي كده مع ان مناخيره حلوه جدا. طب ليه؟ لانه الهامب دي personality، عايز تدوب البيرسوناليتي بتاعها. فايتس نوت اباوت اونلي يعني don't wait for any rhinoplasty talk ان انا اقول لك these are the rules خالص. This is my personal view of the thing. فالتيب هتكلم عليها بطريقة مختلفة وانت بقى تسمع من هنا تسمع من هنا تسمع من هنا، يبقى عندك داتابيز كتيرة شخصيتك تتحكم فيها وتبتدي تعمل اللي انت شايفه. ولو تشوف ان ممكن عملية واحدة بتتعمل يعني قصدي deformity واحدة واربعة خمسة يعملوها والنتائج كلها هايلة ومفيش واحد عامل زي التاني خالص. طيب دي افضلية الفن النيزل تيب هي طبعا فيها طبعا فيها جزء فني كبير. طيب احنا يعني انا ابروتشت بهذه الطريقة. What is the ideal tip؟ لو في حاجة اسمها ideal tip. What is the ideal tip؟ ده السؤال الاولاني. What is the artificial tip؟ ايه هو الايديال تيب؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني اللي هو how can the tip be modified towards what you think is ideal. فهنبتدي باول حاجه what is the ideal tip. اوكي the ideal tip is well projected طالعه وهنشوف يعني ايه well projected برضه ده لفظ بطال. well rotated and well defined. ده في رأيي التيب اللطيفة ان هي تبقى well projected well rotated and well defined. ما تبقاش amorphous، ما تبقاش bulbous، ما تبقاش washed out، تبقى فيها تفاصيل. طيب لو بصينا في الصورة دي تقول يعني باختصار شديد برضو فكرة ان انا ماسك المسطرة والمنقلة doesn't work for rhinoplasty. يعني that مش شغل نجاره او ميتالز او كده، لا هي بس بالواير. لو البروجكشن نص اللينث اوف ذا نوز ده كويس قوي، دي تبقى ويل بروجكتد. ولو الانجل بتوين الفيرتيكال اند ذا تيك اوف اوف ذا الفلايت كده اللي هي عندك يا دكتور. نعم بوينتر مش مشكله، ما انا هنا سهل قريب. فالزاوية اللي طالعة بيها التيب دي اللي هي التيب روتيشن المفروض تبقى أكتر من 90 95% accepted to be less in males more in females. دي الايديال تيب من ناحية البروجكشن والروتيشن. ناحية الديفينيشن ان هي بس تبقى مرسومة، يعني تبقى السكين عامل كابلينج للأندرلاين كارتلج، ما تبقاش كل حاجة هيزي اند امور. اوكي طيب لو خدنا اكزامبلز للتيب بروجكشن معلش مشكله في القلب. التيب بروجكشن انا هحط ثلاث صور، واحده انا بشوفها نورمال تيب بروجكشن، واحده اوفر بروجكشن، واحده اندر بروجكشن. انا اشوف دي از نورمال بروجكشن يعني 50 الى اكثر 55% من الطول ده كبروجكشن. هنا this is over projected. I think it's over projected. وهنا it is under projected. ده قليل برضه مش بالمسطره بس it is a matter of يعني sense.
اوكي روتيشن اجين هي نفس البنت نورمال روتيشن بس شوف دي اوفر روتيتد قوي طالعه لفوق قوي ودي اندر روتيتد نازله تحت دروب فديس از ذا روتيشن الديفينيشن مش هقدر اقول غير انا شايف تيب زي كده ان هي يعني وايد ملهاش تفاصيل ممسوحه ووشد اب فلما اجي انا اعمل لها مور اور ليس اوف ا ديفينيشن ذاتس وات اي مين لو شفنا اوبليك فيو This is the amorphous tip and this is the defined tip. يعني ابتديت اشوف سوبر تيب ابتديت اشوف الدومز تبان اكتر بدل ما هي اللايت لما بيجي عليها بيبقى ديسبيرست خالص لان مفيش تفاصيل مفيش ديتيل. فاللي انا عايز اقوله ان the tip needs to be well projected, well rotated, well defined. كده يبقى هتبقى شكلها جميل جدا. طيب السؤال بقى الثاني ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني how do you modify the tip من حاجة not ideal into something ideal دي لازم نكون عارفين التيب معمولة باللور لاترال كارتلج مينلي فاحنا عايزين نرسم بقى ويمكن ده تمرين اللي عايز يبتدي ان كل ما يشوف نوز يحاول يقرأ اللي تحتها الكارتلج عامل ازاي يقرأه احنا عندنا السكين ثيك شوية فتبقى صعب بتبقى صعب انما let's try مثلا for example لو if we looked at this patient فين اللور لاترال كارتلج يعني انا عايز اشوف هو فين عشان اقدر اعرف انا هعمل فيه ايه اقراه ازاي تحت من تحت الجلد فانا لو هعمل ديلينيشن هيبقى كده this is the that's medial cross وبعدين intermediate ودوم ولاترال كروس ارجع تاني this is how i see the cross من خلال الجلد علشان اتخيل انا هعمل ايه for this tip you need to know how the lower lateral cartilage looks like in this case زي ما دكتور حسام قال ممكن اللور لاترال ده اللاترال كروس بتاعته تبقى فيري لونج تبقى فيري وايد محتاجه كيفاليك تريمينج اند فيري لونج محتاجه سام شورت سورت اوف شورتنج اللور الميديال كروس ميبي فيري لونج عامل اوفر بروجكت وات ايفر فانت تقراها ازاي من السكين دي حاجه انا بشوفها مهمه انما سكين ان اللور لاترال از ذا يونت اللي انا هشتغل عليها to modify the tip into its new shape اللي انا بشوفه ideal. How to modify هنتكلم بس هو الشيب ده هو ده اللي محتاج يتغير شكله شويه. طيب ايه هي الاجزاء بتاعته؟ الدوم area this is the dome and then the lateral cross the intermediate cross and the medial cross والحقيقه it took me some انا بتكلم عن نفسي في البدايه took me some time to imagine الكونفجريشن صعب قوي بتاع اللور لاترال لانه 3 dimensional وكل dimension مختلف والتنايات بتاعته بديعه الحقيقه حاجه رهيبه يعني في منتهى الابداع يعني ان هو مش سنجل بليت كده عامل زي الابر لاترال ترانجلر وخلاص او زي السبتم لا لا خالص ده ليه كروس كده ماشي في اتجاه معين وبعدين يتلت شويه يعمل لي انترميديت وبعدين يقلب خالص يعمل لي ميديال حاجه خطيره. فازاي ازاي تتخيلوا تتصوروا كده ان خلي بالك ده الايدج بتاعه اللي احنا بنفتح عليه، الايدج ده ما بيكملش كده بيكمل كده. والحته دي ده والبلين بتاع ده غير البلين بتاع ده غير البلين بتاع ده. اتس فيري كومبليكيت. هو ده اليونت اللي لو غيرنا شكله التيب تبقى تتغير شكلها تماما. اوكي التيب موديفيكيشن بقى نعمل ايه عشان نغير الكارتلج بعد ما شفناه وعرفنا ان في مشكله هاو تو امبلمنت بقى يعني ايه اللي اقدر اعمله فيه انا اول حاجه تيجي في بالنا كجراحين كاتنج شيل قصر اقطع وده على فكره بس ابتدت كده ابتدت ريدكشن يعني هجيب انا السيره دي حالا لانها تهمني جدا ان اول ناس فكروا في راين بلاستي كان كل تفكيرهم ريدكشن البيج نوز هاز تو جيت تو بي سمولر وهقول لك على المايلستون اللي غير القصه دي تفكيرها تماما ودي حاجه انا اي ام فيري انترستد ان انا يعني اتكلم فيها فكاتنج تقدر تشيل منه يعني اللور لاتر اللي تقدر تقصه تقطعه انتو بيسز يعني الحقيقه يو هاف تو بي فيري كيرفول لان هو معمول 1 يونت اي قص فيه مش المفروض في رايي ان هو يديسترب الكونتينيوتي دي طيب نمره 2 يو كان اد بيلد اب
طب انا دلوقتي بتكلم على سمول نوز بس انت حط الاوبشن ده تو بيلد اب تو ميك ات بيجر بيجر بس لوكينج بيتر. ها والحاجه الاخيره ان انا لا اقطع ولا ازود ان انا بس اغير اريشيب زي الترايبود كده زي ما قال مثلا انا اشد من هنا شويه وانقص من غير ما اقطع حاجه ودي الطريقه الثالثه. طيب نبتدي باول طريقه اللي هي الحقيقه في رايي هي اقل طريقه نستخدمها وهي الكاتنج اللي هي بتستهوينا كلنا. النهارده في الحاله بتاعتنا كان فيها سبتم ديفيتد انا حاسس بالله شيل الديفي يا ريت الشيل بيتصلح الديفيش بيبقى ديفيتد سبتم كده وانت تشيل منه حته كبيره الحته اللي باقيه ضعف جدا الديفيشن يزيد مش بالشيل يا ريت بالشيل فكاتنج كاتنج كاتنج شيل قص اعمل ده مش مجالنا خالص. طب امال ايه المجال اللي استخدم فيه كاتنج تو موديفاي ذا لوور لاترال كارتلج عشان اوصل لتيب شكلها كويس؟ الحاجه الكاتنج عندنا طريقتين من الكاتنج يعني كونسبتس اوف كاتنج. Are you going to cut in a horizontal fashion يعني along يعني انت عندك الغضروف كده انت ماشي موازي ليه ولا are you going to do some kind of vertical cuttings across وده الخطوره ان انت كده هتديسترب الكونتينيوتي بتاعك. عايز اقول لكم حاجه برضه this my personal يعني view الكارتليج حتى including the septum is made up of one unit trying to cut فيه بي disturb it elastic that's a kind of it is a hyaline cartilage I know بس فيه high elastic fibers انت اول ما تقطع بتلاقي فيه اختلافات حصلت في الفورسز بتاعت الكاتنج. I do not recommend much cutting في الكارتلج وطبعا ده اذا كان بنسبه x 10x في الاوركل لو قطعت في الاوركل هنا مأساة لان ده elastic خالص بقى ما فيهوش hyaline خالص ده elastic انما السبتم از مور اور ليس هاي لاين بلس فالكاتنج الفيرتيكال دي انا هقولها فور ذا سيك ان هي تتقال انما انا اي كيب اواي فروم بيكوز اي وانت اولويز ماي كونتينوس سبورت ماي كونتينوس دور لاترال وده عشان سيت انا بقى انا كونزور نيجي لي الهوريزونتال هو الديفايننج فريم ده زي ما قال سام ده بنستخدمه كتير جدا جدا في موست اوف كيسز انا الاقي كراس لاتر كراس كبير قوي اقطع بارلل نون ديستربشن كونتينيتي عشان دوري عشان اشيل من الفوليوم بتاع الديب فبتعمل لي حاجه بتعمل لي ريدكشن جامد قوي في السايد اند ات اس ان روتيشن الصوره لان هو ده كان زائد شويه فانت لما تشيل كفايه ممكن تحس ان الديب بقت مور ولس لايبل تو روتيت اب. طيب الفيرتيكال كاتس اعملها امتى الفيرتيكال؟ على فكره فيرتيكال يو ار جوينج تو ديفايد ذا كارتلج انما الهوريزونتال يو ار جوينج تو تريم ذا كارتلج. طيب وين هاو تو ديفايد؟ يو كان ديفايد ات ذا اريا اوف ذا دومز ودي من التكنيكس القديم يعني الحقيقه اساتذتنا بتوع التجميل خصوصا دول كانوا متعلمينها كده اللي هي برضو الجنريشنز القديم خالص اللي هو اعمل ايه؟ انا عندي الدوم كده متراهله انا هاجي على الدوم المتراهله دي اقوم اساسها كده والامامها مكعبشه في بعضها. This is the vertical dome degree. I don't like that. ده انت بتيجي بقى مش بتقسم بس الغضروف ده انت بتقسمه في الحته اللي هي اساسا مبنيه. اضعف حته فيه هنشوف لما تبعد شويه مش مشكله انما تقص هنا في الدوم في الحته اللي عامله لي الكونتينيوتي النايس كونتينيوتي انا اي دونت سي اني ريزون فور ذات بس يقول لك انا لو عملت كده اي ويل انكريز ذا بروجكشن وهضيق شويه وهعمل ويل ديفاين تيب بس اي دونت ريكومند لانك تقدر تعمل كده من غير الدوم ديفيجن اورايت فده ذيس از ذا دوم ديفيجن. النوع الثاني من الفيرتيكال ديفيجن اللي اجي في الطرف خالص عند اللاترال كارتج هيبقى الغرض منه ان انا تو شورتن ذيس لونج كروس باي اوفرلاب حتى اي دونت ريسكت ا بيس اي كات اند اي اوفرلاب عشان يبقى سترونج ده اللي هو بيسموه لاترال كرولر اوفرلاب وده الغرض منه ان انا باثر اللاترال كراس شويه. انا دايما تاني بتكلم هاو دو يو موديفاي ذا تيب ايه هي التولز بتاعتي؟ ف
فهعمل هوريزونتال براحتك كتير قوي بنعملها تاني في كل الحالات اللي هي الكفالة اكتريمي. طيب are you going to do vertical cuts I warn you, وخصوصا عند الدومز لو لازم تعملها laterally عشان تعمل overlay. Don't say I'm going to reduce the length of the lateral cuts by cutting a piece واحطهم كده end to end, they're very weak, you have to overlap them together. بيحصل شوية ان الحتة دي بتدخل بس مش مشكلة. طيب وعلى فكره دي عندنا كمشكله في الدي بروجكشن ما هياش كتيره, يعني يمكن في اوروبا وكده عندهم فكره الفيري لونج نوزز, احنا عندنا معظم اور كيسز نيدز مور بروجكشن, فعشان كده اللاترال كرول الاوفر ليدنج ما بتعملش كتير. طيب الايفكت بتاعتهم ايه؟ الديفينيشن بتاعت الدوم ديفيجن وبتاعت اللاترال كراس اللي هي الاوفرلاي, ان انت بتعمل روتيشن ودي بروجكشن, تقلل البروجكشن وتعمل دي روتيشن وتعمل توري انكريز روتيشن. الصوره بتلعب بس ايه بدل مشغله تمام. فده بالنسبه لي الكاتنج الفيرتيكال والهوريزونتال كاتنج. اودي اكزامبل او اشوف اوريك ازاي بنعمل الكفال اكتريم اللي كانوا معايا النهارده شافوه. دكتور جمال كان بيقول ايه الحاجات المحاذير, المحاذير ان انت تسيب هنا انف سبورت, لان ده بقى كومن ميستيك ان انا اصغر قوي التيب فاي لوز السبورت هنا, واللاترال بارت اوف ذا سكرول اللي هي ماسكه اخر حته في اللاترال كراس دي يو هاف تو سبورت تو كيپ ات. اوكي ده منظر انا موست اوف ذا كيسز اي دو كلوز. This is delivery. I deliver the lower lateral cartilage. ده الكارتج ده بتاع الرايت سايد طالع من الليفت سايد. انا بشوف العرض بتاعه معايا برجل بيقول لي ان ده 6 مللي, يبقى كل الكفالج كان بي ريموف. لو معاك ماركينج بن يو كان مارك ذا اريا عشان تبقى اكوريت اند ذن يو كات ات وذ ذا نايف اند يو ريموف ات كومبليتلي لايك ذس. وطبعا الراين بلس علمتنا اوعى ترمي حاجه, اوعى ترمي اي حاجه تطلع لازم تكيب علشان. طيب دي بتقلل بتريديوس ذا سايز اوف ذا نوز. هدي اكزامبل صغير لواحده عملت لها يعني من ضمن الحاجات اللي بتعمل كفالك تريمنج, فالتيب بتقوم تو كونتراكت بدل ما كانت فلير ده بدل ما بقى فلير ده بقت كونتراكتد تيب شويه, بقت مور السايز بتاعها اقل والديفينيشن بتاعها زايد. فده مثلا حالة من ازاي الكفالك تريمينج كان افكت البيت. دي اول طريقة بنستخدمها هي كاتنج. طيب can you modify the tip not by cutting by adding the cutting, ما فيهاش غير يا vertical يا horizontal, ابعد عن vertical خلينا في horizontal, اعمل كفالك تريمينج براحتك بس تسيب 6 او 8 ملي عشان تزيب. اللي بنشوفه كتير يجي لك secondary rhinoplasty تيجي تبص ما تلاقيش خالص غير 2 ملي والتيب عامله كده وما مش عارفه تاخد نفسها وكولابس اكسترنال فالف. ف when you remove you remove you preserve 6 to 8 ملم. طيب الحاجه الثانيه تو اد بقى يعني طلع الجرافتات بتاعتك كلها وتبتدي تستخدم. لما نيجي نتكلم على الجرافتس دكتور جمال كان برضو قال لي قول لنا كده سريعا ايه هي الجرافتس. انا تاني عشان بس من الدنيا تزيد انا بتكلم how to modify the tip by cutting number one, number two by adding grafts. طيب الجرافتس بنجيبها منين ونحطها فين؟ ايه الدونر وايه الريسيبر؟ الدونر سايتس بتاعتنا هي النيزل سبتال كارتلج والكونكا والكوستال كارتلج اللي هي بتاعت الشست. طيب what about the septum؟ السبتم لو احنا شفنا رسمه كده بتوريني فين الكارتيلاجن السبتم, هو ده الاوتلاين بتاع الكارتيلاجن السبتم, ده البرفنديكولار بليت اوف ذا ليثموي, ده الفومر والمانزيلاري كريست, ده الكودال اند بتاع النيزل سبتم, ده الكارتلج. لو انا هاخد جراف الكلام ده كلنا عارفينه بس مهم جدا فانا رايي يتقال في كل مره, ان انا لو هعمل حاجه يبقى يو هاف تو بريزرف دورسالي and caudally وتشيل cranially and ventrally, هو ده اللي ينفعك في الجراف. اوعى تجور على الكودال اند واوعى تجور على الدورسال اند والا هتقع النوز.
في نقطة صغيرة بس بالنسبة للكودل 1-2 سنتيمتر اللي انت بتشيل. خلي بالك this caudal end it projects beyond the anterior spine. فانت لما وبيلف كده فانت لما تيجي تحسب ال 2 سنتيمتر تحسبها على اللفه دي يعني 2 سنتيمتر below behind this point وbehind this point هتلاقي دي ورا دي لانك لو نزلت كده هتلاقيك 2 سنتيمتر behind the caudal بس ولما تيجي تنزل تلاقيك قدام السباين. طب ما خلاص you lost ال strong support فلازم ال 2 سنتيمتر من السباين وتطلع parallel للكودال اند. وفي a lot of surgeons would recommend ان تبقى ما يبقاش ان رايت انجل تبقى لفه شويه. كل ده يو كان دو ات ولما عندك هيد لايت كويس الدنيا بتبقى واضحه جدا. نيجي للكونكا. الكونكا طبعا جميله جدا بس هي متعبه في السبورت. لو انت عايز سترونج سبورتنج جرافت لازم يفولد وتاخدها تو لايرز انما هي بتديك كميه مش بطاله. يو كان ابروتش ايذر ثرو الميديال ابروتش. ده الميديال ابروتش بقصد الميديال اللي هو سميه بوستيريور يعني ده اللي هو ما بيبقاش فيه اي سكارز باينه and you get a nice piece او تاخدها من اللاترال ابروتش لان الجرح اللي هنا ده ما بيبانش حقيقه. يو هارفست يور جرافت فروم ذا لاتر ده طبعا اسهل واسرع بكتير and then you close it with some sutures in وتحط طبعا compression dressing يطلع لك. لو خدت الكونكا كلها الحته دي بتاعت الروت اوف ذا هيليكس ما تشيلش الروت اوف ذا هيليكس لان دي استاتيك بارت مهم. فدي اسمها سيمبا كونكي ودي المين كونكا. يو كان جيت ا بيج بيس اوف كارتج ولو عندك بوث ايرز يدوك فيري يعني نايس بيس اوف كارتج يو كان يوز. طيب لو قلنا الريبس ويتش ريبس يو تيك عندنا ريبس كتير كوستال كارتجز كتير انهي الريبس بقى مشكلتها في حاجه مشكلتها ان هي ككارتلج ات از فيري تاف فيري اباندنت طبعا تقدر تاخد كميه زي ما انت عايز انما ات از تاف تاف ات از مور هايلاين ذان ذا ريجولار كارتجز فيعني ممكن تبقى تتكسر وفيها بقى كاركتر سخيف جدا ان هي باي تايم ات واربس واربس يعني انها تبتدي it warps. في تريكس عشان تو افويد ذا واربنج انما it warps. يعني في الاخر it warps. فهي هتاخد بقى انهي ممكن تاخد نمره خمسه اللي هو 1 2 3 4 خمسه ده في الفيميلز يو كان اوبن اب سب ميموري تحت البريست فما تبانش خالص السكار خالص. مشكله الخامس ايه بقى؟ مشكله الخامس البلورا فيري كلوز ليك ممكن الانسنس اوف بلورا انجري عالي بس مش دي مش مشكله يعني المشكله ان هي تديك فيري ليميتد اماونت لو انت عايز حاجه مش كتيره قوي بس تدي فيري نايس سوليد بيس. لو انت عايز بقى مور اباندنت بس اون ذا اكسبنس ان السكار يبان انت الجا الى فلوتنج ريب نمره 8. الفلوتنج ريب ده جميل بقى جدا ده فيري لونج في حته فيري وايد في حته فيري نارو والالزم كده ان هو بعيد عن البلورا لان هو ات از مور اتاتشد للدايفرام والبلورا فوي بقى بعيده خالص فالهارفستنج بتاعه اسهل بكتير جدا وما بتقطعش في السترنم انت بتبتدي من التيب هنا وتمشي معاه لحد اخره وتاخده كله على بعضه كده. يو كان جيت ا نايس بيس اوف كارتج لايك ذيس بلوك وهنا انا الحاله دي بالذات كانت عندها سيفير سادلينج فانا تعمدت اخد جزء من البون كطريق فور اناتوميكال ريكونستراكشن يبقى البون بون والكارتج كارتج انما انت لو قطعت هنا كل دي الحته دي طبعا يعني تكفي وزياده وين ات كامز تو ذا نوز يبقى ده بس الدونر سايتس بتوع الكارتج. وطبعا بقى زي ما كنا بنتكلم حالا دلوقتي انت بقى البريفرنس بتاعك ايه؟ طبعا كلنا بنفضل السبتم نمبر 1 بس طب ما انت بتشتغل على حاجات كتيره جدا السبتم فيها اتعمل قبل كده وتشال ومش هتلاقي فيه انف كارت فانت يو هاف بقى تو ديترمن هعمل ايه؟ هعمل هاخد الاركل 1 هاخد 2 اركلز ولا هاخد كوستال هاخد الثامن ولا هاخد الخامس دي حاجه ترجع لك. طيب ايه بقى الريسيبيان سايز؟ هناخد الجرافت دي نحطها فين؟ افتكر تاني افتكر التقسيمه او شكل بتاع اللور لاترال كارتج. يو كان جرافت ايه بقى؟ كان يو جرافت ذا ميديال كراست؟ كان يو جرافت ذا انترميديال كراست؟ كان يو جرافت ذا دوم؟ كان يو جرافت ذا لاترال كراست؟ دي براحتك على حسب انت عايز ايه؟ عايز ايه من العيان؟
العيان بتاع النهارده كان عنده التيب دروبي شويه، فكان لازم اديله ميد لاين سبورت كويس، فانا اجرافتد بوث ذا ميديال اند انترميديت جروب. بس I did not need، فكرنا حد من اللي كانوا قاعدين قال طب ما نجرافت الدوم كمان عشان نعليها لانها تعلى قوي، فوقفنا عند ال فوي جرافتد ذس بارت اند ذات بارت اونلي، واللاترال ما عملناش جرافتنج، عملنا كاتنج اللي هو الكفالك تريم، وعملنا خطوه ثانيه هقولها في مرحله ليتر اون من المحاضره. طيب يبقى لو جينا قلنا الكوليوميلر ستراب دي is a sort of grafting for the medial group. بتعمل ايه الكوليمير كراب؟ بتدي سبورت كويس، والحاجه اللطيفه هي بتزود لك البروجكشن ملي او اتنين. ليه؟ لانك if you look at the medial crura في وضعهم الريستنج هتلاقيهم عاملين كده شويه. لما تحط الاستراتو طياتها هي بتتفرد شويه، الميديال كرورا بتتفرد شويه. فالتب بتبقى سترونج اند يو اد ا ليتل بيت اوف ا بروجكشن. طيب في نوع تاني نفس الفكره بتاعت الجرافتنج اوف ذا ميديال كراس، بس تبقى اتاتش تو ذا سبتال اللي هي اسمها سبتال اكستنشن جرافت. ان انت توصلها اي ثينك ذس نوت اناتوميكال، اتس نوت اناتوميكال، يعني التيب نيدز تو بي ا ليتل بيت فري فروم ذا سبتال. ربنا خلقها في ميمبرين السبتال في النص، ميمبرين ما فيهوش كار، انت بتحط فيه كار. فلو انت عايز بقى تزود النوز يعني حجمها يزيد زي ما حسام قال كده، عايز اطولها قوي قوي، حط بقى السبتال اكستنشن وزق النوز كلها. انما انا ليه بقول الكلام ده؟ لاني في شفت كتير جدا هم حفظوا كده one of the steps of rhinoplasty septal extension graft. في واحد في تركيا كل حالاته لازم يحط ستراب septal extension graft كده عشان ترفع التب كل الحالات. فانت حر، بس انا بقول لك this not anatomical number one. number two محتاج طبعا big piece وبتحطها on one side always on one side، ما تقدرش تحطها كده، ما تمسك you put it on one side. مش عارف يعني ايه لازمة ان انا احط جرافت على ناحية كده. المهم ده that's my personal view. بدل الكوليمالاستراد بالظبط. طب ما انا اقدر اعمل الكوليمالاستراد بحاجة اصغر، ليه اثبتها في السبتم؟ ما هي لو انا عايز اثبتها في السبتم، لو احسن يعني كانت اساسا اتخلقت ثابتة في السبتم. بس هو it is التيب means to be a little bit more free وكده الاناتوميكال فاندمنت شويه يعني. بس ده رايي يعني. الممبرين السبتم ده حته اناتومي، اناتومي طبعا، اناتومي جميل، اناتومي انا بعتبره جميل يعني. فيعني انا اللي انا عايز اقوله it's a sort of augmenting adding cartilage to the medial crura غير الكوليمالر سترات اللي هي يعني the light way of recovery. في بقى السبتال اكستنشن جراف اللي هحطها. طب ليه انا بقول لك رايي انا؟ علشان بس تراجع لو انت واخدها از روتين في كل الحالات، ريفايز يور سيلف، حطها في الحالات اللي مستخدمها والثانيه لا. طيب الحاجه الثانيه ان انا اوجمنت الانترميديت كراس. هنا خلاص بقى خلصنا من دي، انا عايز اوجمنت الانترميديت كراس. اوجمنتنج ذا انترميديت كراس يخلي فيه مور تيب ديفينيشن، ولو الجرافت بتاعي طلع فوق الدومز شويه يدي كمان مور بروجكشن. ده اللي عملناه. هنا بقى بيسموها ايه الجرافت ده؟ على حد لا لو انت من الناس القدام بتوع التجميل هتقول عليه جين جرافت. لو انت من الناس الجداد بتوع الاي ان تي هتلغي شين خالص وتسميه شيلد جرافت، باعتبار ان هو شكله زي الشيل. انا بقول عليه شين 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 شين. ليه؟ لاني صعبان عليا الراجل ده، لانه ان هو طلع الكونسبت بتاع الاوجمنتيشن اوف ذا انترميديت كراس ده انا عايز احطه فوق دماغي من فوق. انت بتلغي اسمه شين ده راجل جاك شين. هجيب السيرت كاليفورنيا وبطل دلوقتي طبعا، بس يعني ايه. وفي طريقه اخيره ان انا اوجمنت، ان انا اعلى بقى اوجمنت مش الميديال كراس ولا الانترميديال كراس، الدوم نفسها ان انا احط عليها جرافت، حته جرافت. ودي بقى بتحتاج جرافت صغيره خالص اللي عملها، وعملها على انها وان ستريت بيس كده كان اسمه باك، فبنسميها باك جرافت. ده سابوه في حاله بقى خليه بقى باك. فالباك جرافت وان اوف ذا دوم اون لاي جرافتس.
طيب ممكن اوجمنت اللاترال كراس اد تو ذا لاترال كراس اي كان في حالات ريفيجنز نظامها فيري ويك لوور لاترال كارتليج لاترال كراس اي كان اوجمنتد وذ لاترال كراس اللي هي اعتقد انا متاكد الدكتور كمان عمل في الكلاف لان الكلاف بقى بتبقى الكارتليج ضعيف بقى فيو كان اوجمنت اللاترال ما بنستخدمهاش كتير امال ايه لان استخدامنا في اللاترال كراس كاتنج اللي هو الكفالك تريمنج اوجمنتيشن مش كتير بس يو كان بوت استراك اللي هي اللاترال كورر استراك اوكي اخر جرافت مش هتكلم عليها كتير اللي هي الريم جرافت ذس از ان اناتوميكال انذر فورم اوف نان اناتوميكال جرافتنج زي ما اتكلمت سبت الاكستنشن جرافت كونسيدرت نان اناتوميكال جرافتنج ذس از ان اناتوميكال جرافت بس ساعات تستخدمها لما تلاقي في نوتشين كده في عمليه الريم وضعيف وعايز تحط فيه كارتليج يو كان هاف ا سمول بيس اوف كارتليج اند يو انسرت ات ان ا بوكيت لو انت ربطتها باللور لاترال كارتريج هنا بغرزه بقت اسمها ارتكيوليت لو هي فري خالص تبقى نون ارتكيوليت والارتكيوليشن دازنت ماتر هي ما بتبقاش ثابته يعني جامد هي بس يعني مش بتتحركش فارتكيوليت او ده الفكره ان انت بتقوم عامل بوكيت في حته الريم اللي انت شايفه ضعيف وكولابس ان يو انسرت ا نايس بيس اوف كارتريج فيخلي الريم ستريت اند نايس كده از ذس اناتوميكال اوف كورس نوت This rim has no cartilage. الإيلة دي has no cartilage بمعنى cartilage. فيها fibrocartilage, فيها شوية sponge, فيها شوية granules of cartilage كده بس ما فيهاش piece of cartilage. But this is a non-anatomical. فهدي intraoperative شوية يعني صور للcolumellar strut. مش عارف أنا بطيء جدا أنا آسف يعني هو المفروض يمشي أسرع من كده بكتير. ممكن في الكلوزد you can put the strut through a pocket and you still can fix it تدخلها وتاخد فيها suture لو عايز لو تقدر يعني صعبة بس تقدر تعملها in a closed وتقدر تحطها لو انت عامل delivery to dome and you put it in place and you suture it in place دي الطريقة اللي هي more secure زي اللي عملناها النهاردة طيب ده حالة يعني حط له columellar strut فالتب بتترفع شويه بتبقى مور سبورتد وفي شويه تب ديفينيشن في حاجات كتيره الهامب ريديوس شويه بس انا بتكلم على اكزامبل اوف كولوميلر سترات بليسمنت قد ايه هي بتدي نايس اوكي نيجي للشين بقى هنا بقى معلش الشين والشيلد هرجع اقف بقى خطوه في الكلينيكال ديفلوبمنت مين هتعرف مين ده؟ ده مش جاكشين طبعا لان ده قديم قوي ده جوزيف ده من اوائل الناس اللي اشتغلت في المانيا جوزيف ده الماني هو كل الابداعات جايه من المانيا عشان نخلق الامريكان يقعدوا ايه يعني انما جايه منين تجيب قرارها هتلاقيها جايه من المانيا جوزيف ده كان اتمرن اورثوبيدكس في الاول ما هي قال لها طب مش ده عظم ما ده اورثوبيد يلا نشتغل راينوبلاستي نكسر ونعمل ريدكشن فهو الحقيقه الكونسيبت بتاع الريدكشن جه منه وده كان حقه في ساعتها يعني في ال 19th century يعني ان انا النوز دي مش عجباني من شكلها عشان كبيره فقط فانا هصغرها طب اصغرها ازاي كات 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 واكسر العظم يعني تعالى بقى ايه للراجل اللي انا يعني بشوفه بقى ده راجل فنان معرفش حد شافه على اليوتيوب ولا لا راجل فنان كده حتى هو بيتكلم فيري فيري بروفيشنال هيز ذا بلاستيك سيرجن جاكشي جاك شين ده بص عمل ايه بقى جاك شين انا I would advise you to go through this article اصله ايه بقى امريكي معرفش اصله ايه الحقيقه ما دورتش بس انت عندك حق انا هدور هيطلع المنيو بس الاسم يعني جاك شين عمل في I think الارتكل دي كانت سنه 2000 2001 حاجه كده الارتكل بص بس الايه التايتل راينوبلاستي Personal evolution and milestones. يعني متصور. ها؟ لا مش revolution, evolution. تطور. آه بس شوف الكلمة milestone. ما هو evolution كلنا. أنا حسين أي حد عنده learning curve of evolution.
عمال يتطور. انما مايلستونز يعني ايه؟ ايفوليوشن كده. طب المايلستون لا مايلستون يعني غيرت اتجاه قال مايلستون. الراجل ده في الـ في الـ في البيبر دي كان بيقدمها في الامريكان اكاديمي اي ثينك كانت في فلوريدا وقال لهم انا بعمل دلوقتي شيفت اللي هو ايه بكبر المناخير مش بصغر. الناس لما سمعت الكلام ده قالوا لا ده تعالى بعد المؤتمر كده ادي الحالات اهي وريني هتكبرها ازاي. لكل واحدة بقى جاية بهامب ومش عارف ايه وريني ما يقربش خالص منهم ويقوم عامل بروجكشن وعامل اوجمنتيشن للتب تطلع الحالة تحفة. فالراجل ده حط اتنين في الارمامنتيريوم اوف راينوبلاست الشين جرافت اللي هو الانترميديات كرورة اوجمنتيشن وحط السبريدر جرافت. اول واحد وصف السبريدر جرافت اللي حسام اسهب جداره جدا في وصفه حاجه ممتازه جدا السبريدر جرافت ومش بس استاتيك وفانكشن. ليه؟ لان الريدكشن كان بيعمل ايه؟ انا كنت مستني لما حسام كان بيسال امتى احط سبريدر جرافت كنت مستني رد في اي حاله هامب ريسكشن. يعني انا السبريدر جرافت دي لازم تتحط في اي هامب ريسكشن لو انت هتشيل الكومبوزيت اللي هي كله على بعضه كده ما تقدرش تقفل كده العظم يقفل في بعضه ماشي انما الكارتج لو قفل في بعضه خلاص ما عادش فيه نزل بقى. لو انت شفت الدورسم بصيت عليه هتلاقي النيزل سيبتم طالع وجاي في اخره ناحيه الدورسم وعريض كده عشان يعمل انجل واسعه فور بريذنج. فانت لو شلت الحته العريضه دي وقفلت الكارتج على بعضه بقى عامل كده مفيش بريد. يو هاف تو بوت سبريدر حاجه حط حاجه هنا الحاجه دي يا اما سبريدر جراف اللي هو كان جاك شين اول واحد على وصفها يا اما الطريقه الجميله اللي انا بحبها جدا بدل ما تعمل كومبوزيت ريسكشن تعمل كومبوننت ريسكشن. يعني انت يو سيبريت ذا ابر لاترلز فروم ذا دورسال سيبتوم يو تريم ذا دورسال سيبتوم. معلش بقى الحته التخينه دي ارميها خلاص مش عايزها لانها عاليه. And you get the excess of the upper laterals folded on each other and approximated along the new level of the nasal septum. أنا بقى دي بقى الأوتوجرافت دي مش هو اللي عملها طبعا بس هو اللي حط فكرة السبريدر. يا جماعة أي حالة هامب ريسكشن لو هتديسكونتينيو الهامب من فوق كارتيلاجينس you have to reconstruct it with spreader grafts or spreader flaps. فجاك شين حقيقة قال أنا هجيب حتة كارتلج وأعملها بالمنظر ده كده تبقى مور أور ليس تراينجولر وابتدى يعمل فيها نوتش هنا عشان يبين كأنها تو دومز وابتدى يعمل نوتش هنا عشان تمسك جامد ما تتحركش لأن هو كان بيحطها في الأول إن بوكيت كده يفتح بوكيت ويحطها. أديك إكزامبل أدي مثلا أنا قررت أعمل له سبريدر هنا سوري شين جرافت هنا فباجي أعمل البوكيت ده و I introduce my sheen and I can fix it. وده لو انا هعمل الدليفري I fix it بقى وانا شايف بكذا غرزه علشان تبقى كده. لو انا بصيت على المنظر وانا هنا جرافتنج ايه؟ اوجمنتنج ايه؟ اوجمنتنج ذا انترميديال مش الميديال كراست ولا اللاترال كراست I'm augmenting the intermediate كراست وبالتالي النوز هتبقى very support very well defined. انا هنا بستخدم جوين ما عدتش الحقيقه لاني زي ما حسام قال مشاكله كتيره فلو في بي دي اس يبقى افضل لو في حتى مونوكريل يبقى افضل وافضل. الشين جرافت تعمل تاثير فظيع لو احنا بصينا على العينه دي انترا اوبريتيف وبعد ما عملنا الشين جرافت تلاقي الحته دي بقت ويل ديفايند اند ويل روتيتد. لو شفنا عيان خلص ده اتحط له لونج شين جرافت فالتب بقت ويل فورمد بدل ما كانت اندر بروجكتد بقت ويل بروجكتد طبعا بالاضافه الى شويه دورسال وورك. انا في اعتقادي الحال اللي كان معايا النهارده فاتمنى يعني اعتقادي ان التب هي اللي هتفرق معايا جدا ان انا الهامب دي مانلي الهامب دي ساعات بتبقى شريعه شخصيه دونت بلاي ويز ات اول ذا تايم اف يو اوجمنت ذا تب يو ويل جيت ا نايس ريزالت. الشين احلى حاجه سبتم بس الكونكا حلوه بقى الريب بقى لا الريب ده دمه تقيل قوي في الشين. الشين ممكن التريجاس مثلا التريجاس ما جربتهاش ممكن ممكن طب.
اللي بقى مش محتاجة حاجة يعني كمية كبيرة هو البيج جرافت. وانا بحط يعني حط الصورة دي بس عشان افكرك البيج جرافت عاملة زي كده. لا سوري فيس. يعني انت خلاص لبست وعملت كل حاجتك وفضل بقى ايه؟ فضل الايه الكحلة بقى الحتة الاكرانية. فدي مثلا البنت دي انا حطيت لها كوليمالر ستراس لقيت ان انا عايز الكحل ده. حطيت ايه؟ انا بحس كده النهارده حطينا ريبروديوس البيك لانها تعلى قوي. هو ولد. طيب البيك بتنفع جدا في حالات الثيك سكين هي والشين، البنت دي ثيك سكين فلازم علشان توصل لنايس بروتكتد ويل ديفايند ديب يو نيد تو بوت شين جراف بلس اور ماينس افيك جراف. دي جلدها تقيل قوي ودي الحقيقه يعني موست اوف اور كيسز ان ايجيبت ار لايك يو ار اوجمنتنج ذا دوم اند ذا انترميديت كرورا يو ار اوجمنتنج. اوكي يبقى دي نمره 2 اللي هي فكره الادنج. ها خلينا بقى نروح لان اخر حاجه علشان ما اطولش عليكم اللي هي هاو تو ريشيب. لا هكسر ولا هقطع ولا هعمل اي ويل ريشيب. هاو دو يو ريشيب؟ يو ريشيب ويز سوتشر. وهنا برضو استغل الدكتور جمال بقى معلش هو اللي قال لي ولا عشان بس انا كده هطول عليكم بس هو اللي قال لي قول لنا كلمه كده عن السوتشرز مش هطول خالص خالص. السوتشر ربنا يخليك يا دكتور ربنا يخليك. السوتشر لما تيجي تفكر فيها وتقول انا عايز خيط، الخيط ده الغرض بتاعه ان انا هعيد تشكيل اللور لاترال كارد. هنشوف ازاي يعني ايه المقصود باعاده تشكيل. لا هقطع ولا احط جرافت، انا بس هعيد تشكيل. طب اعيد تشكيله ازاي بسوتشرز؟ طب وات كايند اوف سوتشرز؟ السوتشرز تفكر فيها. وات از ذا ماتيريال؟ استخدم الماتيريال ايه؟ السايز بتاع السوتشر قد ايه؟ النيدل شكلها عامل ازاي؟ النهارده كان مثلا عندنا مشكله صغيره في النيدل. هقول لك. طيب نبتدي في السوتشر ماتيريال. There are two groups of suture materials either absorbable or non absorbable. الابزوربابل على حسب هيخلص امتى وعلى حسب هو معمول من فيلمنت واحده ولا بريدد متضفر. كذلك هنا برضه. فالابزوربابل فايكريل هو اسرع حاجه بيروح بتاخد لها مثلا ليتس سي ان ويكس وفي منه حاجه اسمها فايكريل رابيد ياخد دايز ويروح. وده لو حد عندكم عنده اطفال هيعمل لها اني كايند اوف انسيجن اقفل بفايكريل رابيد لانه في خلال خمس ست ايام مع الميه كده هيروح. ممكن نلجا ل 4 زيرو لو حاجه عنيفه شويه، ممكن ننزل ل 6 زيرو لو حاجه فيري دالي، بس ال 5 زيرو هي اللي احنا بنستخدمها. طيب لو قلنا النيدل وات كايند اوف نيدل؟ اوكي النيدل عشان احددها انا عايز اعرف طرفها اللي بتخش في الانسجه شكله عامل ازاي وشكل النيدل عامل ازاي. شكل النيدل هي دايره كده هي دايره. هاخد قد ايه من دايره؟ هاخد قد ايه من دايره؟ لو هاخد نص الدايره النيدل هتبقى عامله زي كده. لو هاخد ثلاث من الدايره هتبقى عامله كده واقفه. لو هاخد ربع الدايره هتبقى نيدل اولموست ستريت لاين. فانا مثلا في البلد كليفت بلد اللي هي نص دايره. ليه؟ لان الغرزه عميقه جدا وانا عايز اخدها مره واحده تلف لي اللفه دي. هاخدها كلها مره واحده. بستخدم النص. في النص يكون في الفري اكس دي هاي. لو خدت الربع نيدل تقريبا ستريت. فانت انا بنصح بالثلاث اللي هي 5 8 اوف سيرف. طيب هي حجمها بيبقى مرتبط بحجم الخيط، يعني عمرك ما تلاقي تفصيل ولا تفصيل. انما باختصار هي بتتراوح من 11 متر الى 18 متر، اي حاجه في النص هتشيل. طيب الطرف بقى الطرف ده مهم قوي. التو نيدل تايبس يا اما كاتنج نيدل بتبقى ترايل الكار سكشن بتاعها يا اما راوند نيدل بتبقى دايره. طبعا في انواع ثانيه ريفرس كاتنج وديبر كاتنج اللي شرح عندنا يا كاتنج يا راوند. تستخدم انهي دفن في راوند؟ لان الكاتنج معموله للجلد معموله للفايبرستيشن معموله للتندون العنيف
ده مش معقول دي اللي كنت بستخدم راوند يبقى انت بتستخدم الماتيريال انا هجهز دي الكلام اللي انا كنت مش مجهزه انا عايز جمالها انا عايز دي بكره انا عايز وايت ريف طبعا انا شاطر في اس انا مش عارف اجيبه في التحليل طبعا هاته وايت ريف وهاته برولي وهاته اربعه وخمسه وسته وعنده انا النهارده استخدمت ايه؟ استخدمت البرولين الخمسه في التب واستخدمت الفايت ريف السته في الكلوجر اوف انسجنز وفي الفيكسيشن اوف ذا شين جرافز اللي كان مضايقني ايه؟ ان البرولين كبر كنت خايف جدا وانا بعدي بشوف الغضروف اللي هي بتكسرها مش معموله عشان كده الغضروف بتاع النوز او السبتم او اللور لاترال ده حاجه تالت مش عارف بقى نكمل كده ازاي انا هو الديز اللي باشا دي مش عارف ايه اللي شغال يعني هي فيها مشكله اصلا في حالات عادتين في الاستخدام انا كنت عايز
الحالة بقى اللي فاتت كانت الروبي لايك ذس، لان الدوم اللونج لاترال شوز ضيق البودي كده شويه، فانا اي ديسايدد تو شيفت ذس دوم لاترالي. الدوم بدل ما مكانها الطبيعي هنا انا هعمل كريشن لدوم تاني لاترال. دي انا بسميها دوم لاترالايزيشن سولوشن. ليه؟ لان الاسم الثاني يعني صعب شويه، يقول لك لاترال اوفر ستيل، كاني بسرح من اللاترال كروس احطه تحت الانترميديت مش الفطر. الحاله دي لما اشيل الدوم اللي مكانها كانت هنا انقلها لاترال كده، يعني انا باخد من نصيب اللاترال كروس احطه تبع الانترميديت كروس، ايه اللي هيجرى في التب؟ طب انت فكر كده، انا زودت الميديال كراست، طولت الميديال كراست، ف there will be some more projection. واللاترال بوزيشن ده، اللاترال بوزيشن عشان اللاترال كراست ماشي من قدام لورا كده، لاترال ده معناه ان انا posterior، كاني بمسك الترايبود اشده كده. لا هيلف. It will rotate and adds more projection. دي اللي هي فكرة ان انا اعمل الستيل، او انا بسميها افضل، انا يعني في اعتقادي ان الافضل ليها دوم lateralization. You lateralize the dome. How far do you lateralize the personal النهاردة we lateralized about 3.5 millimeters. الفكرة ازاي برضه دكتور محمد، يعني انا عندي الميديا كراس وعندي ذات كراس، اخش من موست انتيريور بارت او موست بروجكتنج بارت بتاع الميديا واطلع لور داون في اللاترال. لا بص علي، انا عندي دي اس ذا ناتشرال دوما، انا عايز انقلها هنا. فباجي يعني ممكن تو اندرماين ذا فيستيبولار سكين وتاخد نفس السوتشر اللي كان قلناها قبل كده هنا نفسها، اخدها هنا كده فهتلاقيها عملت. يعني انا مش هعمل هنا، يعني الاريا اوف ذا ناتشرال دوم مش هعمل فيها حاجه، هاجي لاترال ليها اند اي كرييت ا نيو دوم. Another dome. Another dome, complete. Another dome. Another dome located about 4 mm. أخذها من اللاترال كراس. في اللاترال كراس. أنا بجيب من اللاترال، أنا كأني بعمل الدوم في اللاترال كراس. أيوه أيوه. فكأني بقول للاترال كراس بدل ما طولك كده والانترميديت كده، لا أنت بقى طولك كده والانترميديت. الانبوت والان والاوت زي ما قلنا. تبقى لاترال بتاعت النشر الجانشن بتاع النشر. تطلع لاترال ناتشرال دوم وتاخد الماتريس سوتشر، هتلاقي نيو دوم ظهر. اللطيف بقى بتشوفها، اللي كانوا معانا هيبقوا فاكرين الكلام ده، عملناها في الحاله اول ما خدنا الكلام ده لقينا الدوم رجعت لورا وطلعت لورا على طول كده، الاثنين قصاد بعض، تلاقي واحده عامله كده والثانيه قربت، لانها انا وانا بعقدها بعمل ديفينيشن برضه، بس الديفينيشن مش في الناتشورال اريا، في الاب نورمال اريا بتاع اللاترال كراس. فتبص تلاقي الدومز كانوا الاول عاملين كده قد بعض بالظبط، واحده قامت بعده لورا، يعني لورا دي يعني روتيتد وطلعت لفوق بروجكتد، لان زودت في الميديال كراس الترايبود الميديال بتاعه زاد. ف يعني يعني فكره اللاترال ستيل، لو ستيل دي اللي هو اللاترالايزيشن اوف دوم، دي فكره حلوه جدا. انا ام موديفاينج من غير ما اقطع حاجه، انا ما بقطعش حاجه، انا بس ريشيبي وبعتمد على سوتشر قويه زي الدوم. غير كده بقى بقيه السوتشرز اللي هو الدكتور جمال جاب سيرتها دلوقتي بقى، اللي هي انا بسميها اسامبلي سوتشر، اللي هي بقى وقت ان انا احط التو لاترال كورا توجذر، التو لور لاترالز توجذر. انا بشتغل عشان اكلوز، يعني بشتغل ده لوحده وده لوحده، كفال اكتريم ده لوحده وده لوحده، الدوم فورمينج هنا لوحدها وهنا لوحدها. طب تايم تو بوت ذم توجذر، يبقى انت محتاج تايب اوف سوتشر اسمها انتر دومال او انتر كرورال. عايز تلم اللاترال كرورا توجذر يو كان، عايز تلم التو دومز توجذر يو كان، عايز تلم التو ميديال كرورا توجذر على كل مالر سترات تلمهم شويه. الكلوز ابروتش فيه ميزه صغننه بشوفها في الحته دي، ان الانسيجن تقدر تو اكستند داون تو ذا فوت بليت، برضه اللي كانوا معانا هيفهموا الكلام ده كويس، الفوت بليت تقدر تلمهم، لو ساعات بيبقوا الفوت بليت سبلاينج ابارت كده تقدر تلمهم. كل دي اسمها انتر كرورال، انا بسميها اسامبلي سوتشرز.
يعني انت دلوقتي بقى زي في ايكيا كده لما تروح ايكيا يديك كرتونه وانت تجمعها تطلع دولاب تطلع ترابيزه يو ار اسامبلينج بقى بعد ما شكلت الاثنين لور لاترالز اللي انت عايزه يو اسامبل والاسامبلي دي بنحطها بقى بلس ذا اوجمنتيشن لو عايز النهارده عملنا ايه عملنا كولوميلر ستراب عملنا لاترالايزيشن اوف ذا دوم ديفينيشن اوف ذا دوم انتر دومال سوتشر ابروكسيميتد كولوميلر ستراب شين جرافت فور ذا انترميديت كرورا التيب بقت شكل حاجه ثانيه طبعا كان معايا صور يعني عينيك كنت بحبكم تشوفوها بس مفيش بقى حصلنا بس هو لو كان نور يعني انا دلوقتي ان القاعه مش متحمله على الديسك فاحنا هنستنى لحد ما نحمل القاعه للكريستي وياخد ساعه مقطوع لا 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 مستمتعين يا دكتور محمود والله يعني دكتور كمال هنحرم بقى المحاضره الجميله بتاعته أو هو كمان ظهره تعب انا يعني ربنا يعني عارف ظروف كمال احنا كنا عايزين حتى الدكتور كمال يقول لنا لو مفيش يقول لنا عمل ايه في الحاله ده بس لا لا بجد عيب هو طبعا انا الباقي ده كله كانت مجرد صور لناس عملت لهم الخطوات اللي انا قلت عليها لو جه نور انا عملتها بس سو فار انا اي ام دان هرجع بس باختصار شديد انا علشان اعمل تيب بلاستيك كويسه لازم افهم انا بشتغل على اللور لاترال كارتج واللور لاترال كارتج من الشيب والبوزيشن بتاعه الايديال تيب اذا ويل بروجكتد ويل روتيتد ويل ديفايند تيب اي ام تراينج تو ريبروديوس ذات ايذر باي كاتنج اور باي ادينج لل اوجمنتيشن اور باي سوتشر الكاتنج قل جدا 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 ده الايفولوشن ده الناتشرال ايفولوشن اوف راينوبلاستي دونت كيب كاتنج خلاص مش محتاج تعمل كاتنج فاحنا بنستكفي بالكفالك تريمينج نمره 2 الاوجمنتيشن اوجمنتيشن بفضل يرجع لجاك شين الحقيقه اوجمنتيشن حط جرافت تو سبورت حط جرافت تو ريشيب نمره 3 السوتشرينج وجمالها بقى ان انت تقدر تغير وتخلي الدوم يجي لاترال وميديال وان انت تقربهم وتحبكها وتخليها رفيعه وشفنا السوتشر ماتيريال شفنا الجرافت ده بيلخص my philosophy in the razor case. I would like to thank you يعني very much وانا اسف على القصة دي. احب اشكر استاذنا الدكتور كمال والدكتور مجدي والدكتور احمد على الدعوه الكريمه وانا بصراحه استفدت كتير جدا من استاذنا الدكتور محمود فوزي واستاذنا الدكتور حسام السيسي طبعا الدكتور محمود فوزي يعني مش عاوز يعني مقدمه يعني من علامات الفيشال بلاستيك سيرجري هتكلم باختصار عن الحاله اللي احنا عملناها وطبعا الكليفت ديفورميتي الكليفت ديفورميتي ده الراينوبلاستي هدوء يا جماعه لو تكرمتوا هدوء عشان نستفيد راينوبلاستي از سيرجري في مليمترز يعني اي سيرجري دقيقه جدا في طبعا ديفيجنز من الراينوبلاستي في اسيتيك راينوبلاستي زي ما استاذنا الدكتور محمود والدكتور حسام اتكلموا اتفضلوا اتكلموا وده الاساس في ايشو تاني برضه ممكن احنا يكون غايب عندنا شويه لان احنا ما بنشوفوش كتير ك اي ام تي سيرجنز اللي هو الكليفت ليب ديفورميتي از يونيلاترال كليفت ليب ديفورميتي او بايلاترال كليفت ليب نوز ديفورميتي في ريكونستراكشن راينوبلاستي ايذر بوست تروماتيك او بوست كانسر ريسكشن ايذر مثلا بعد فيزال سيل كارسينوما او الكانسر سيكشن طبعا الريكونستراكشن راينوبلاستي ايتم كبير جدا اللي بيشتغل فيه اول اوفر ذا وورلد وبيطلعوا ريزلت كويسه يعني ناس محدودين لان طبعا بتعتمد على ورود في لابس وريستوريشن اوف لايننج وريستوريشن اوف سكيلتون ده ايتم كبير ريكونستراكشن راينوبلاستي وليه تريننج بالذات مع البلاستيك سيرجري انواع الفلابس اللي بتاخدها انواع الجرافتس هاو تو ريستور لايننج والبيزكس اوف كانسر سيرجري الكونجنتال كليفت الكونجنتال ليزل ديفورميتي بالنسبه للكليفت ليب نوز
في عندنا نوعين يا اما يونيلاترال او بايلاترال. حاله اليوم كانت ريفيجن يونيلاترال كليفت ليب ديفورميتي. زي ما حضراتكم شفتوا كان في ديفورميتي في في الكليفتد سايد بالنسبه للور لاترال كارتليج. في هايبوبليزيا بتلاقي الكارتليج فليمزي، بتلاقي اي سيمتري اوف ذا نيزل تيب. الهايبوبليزيا اوف ذا ابر لاترال كارتليج. الحقيقه الكليفت ليب ديفورميتي تريتمنت بتبتدي من جاست افتر بيرث. اللي بيعمل كليفت ليب ريبير، وهل هي كليفت ليب بس ولا كليفت ليب اند بلد، هل هي يونيلاترال او بايلاترال. فطبعا لازم تكون ان ديب نوليدج ويز كليفت سيرجن، او على الاقل عارف ايه البيزك ستيبس وايه الديفورمتيز الموجوده. فباختصار شديد ايه الديفورمتيز اللي انت بتشوفها حضرتك كدكتور اي ان تي بالنسبه للنوز؟ بتلاقي في ديفورميتي اوف ذا لور لاترال كارتليج، اسيميتري اوف ذا ليزل تيب، في هايبوبليزيا اوف ذا ابر لاترال كارتليج، ذير از اولويز سيفير ديفيشن اوف ذا نيزل سيتمنت تو ذا كليفتد سايد، ذير از sometimes there is a cleft alveolar margin and hypoplasia of maxilla. كل النقط دي بتعمل لها اعتبار في التعامل مع الحاله. طبعا adequate imaging of the case، انا طلبت من الدكتور مجدي ان هو يبعت لي الحاله، صور adequate photography، حطيت بلان. طبعا rhinoplasty you must put a plan before surgery. تسيب نسبة صغيرة للايه للفايندنجز اللي انت بتشوفها انتر اوبرتيف. فيلير تو بلان از بلان تو فيلير. لازم في الاول تبقى انت عارف شكل الديفورميتي، انت هتعمل ايه؟ تبقى سيمتري، هتاخد جرافت ولا لا؟ بحيث ان انت تقول للعين مثلا انا هاخد جرافت. طبعا نكون متفقين ان البيست جرافت هو نيزل سيبتم. استاذنا طبعا دكتور محمود يعني موضوع الجرافتنج مهم جدا، بس دايما بريزيرف النيزل سيبتوم. الحاله اللي انا اشتغلتها دي كانت عامله بريفيوس سيبتوبلاستي وبعدها راينوبلاستي واخد البوستال كارتليج. فرجاء لو حضرتك دكتور يعني ايه متي مثلا اخصائي او استشاري ما بتشتغلش راينوبلاستي وجالك عيان فيه فانكشنال بروبلم واستيتيك بروبلم، يا ريت يعني تريفير البيشنت تو حد بيشتغل راينوبلاستي. لانك لو عملت سيبتوبلاستي وعملت سب ميوكس ريسكشن او سيبتوبلاستي او شلت من التيشوز الموجوده، انت بتضيع على العيان احسن جرافت اللي هو النيزل سيبتوم. صعب الحاله. بتصعب الحاله على اللي بعديه، هيضطر ياخد كوستال كارتلج، ومهما يكون الكوستال كارتلج حتى لو بتعمل فيه موديفيكيشنز وتحطه في اي انتي واربنج بروسيجرز انت بتعملها برضه بري وارب، والمانيبوليشن بتاعه بيبقى صعب، ولو العيان كبير في السن هتلاقيه كالسيفايد، خش انت في حيره. الكونكال كارتليج تديك ليمتد جرافت بالنسبه لللينس، انت ممكن تعمل تو لايرز اوبوزنج ايتش اذرز تاخد فروم فيوتشرز ككوليومولار استرات او كدورسم، بس الكوستال كارتليج كذلك. بس في العيب الوربل، لكن طبعا السيبتم ده احسن جرافت في النوز، هو النيزل سيبتم. فدايما لو حضرتك عيان عنده كليفت ليب ديفورميتي وعنده بيشتكي من نيزل اوبستراكشن، يا ريت تريفير حد بيشتغل راينوبلاستي للكليفت، بحيث ان هو ما يفتحش على مكان ويلاقي فيه صعوبه في العمليه الثانيه. الحاله اللي اشتغلناها كان فيها ريفيجن، كان فيها سيبتال برفوريشن، وكان فروم ذا فيرست سيبتوبلاستي، بعد كده كان في راينوبلاستي، كان في طبعا السيرجن اللي يعني السابق يعني كان في كان معتمد على الجرافتنج جرافتنج تكنيك. لكن طبعا الكليفت ليب ديفورميتي ريستوريشن اوف نورمال اناتومي، انت بتحاول ترجع الاناتومي مقارب من الطبيعي. طبعا عين الكليفت ليب ديفورميتي يو ماست مانج ذا بيشنت اكسبكتيشنز، ان هو مش هيبقى 100%. يعني مثلا زي حالات استاذنا الدكتور محمود والدكتور حسام اللي هي ما فيش ولا غلطه، لا عينه الراينوبلاستي لان هو في دماغه ان هو يعمل تجميل ان هو يرجع اجمل ما يمكن، والناس بيبقى راسم صوره في ذهنه، فانت تحاول تقرب الصوره. ولو لقيت العيان هاي اكسبكتنت ده ممكن تبعد عنه، لان ده ممكن يتعبك. لكن انت بتحاول توصل مع العيان
ليه؟ انا في الاول اول ما اشتغلت كليفت ليب فورمتي قعدت مع مارسيلو فيشر 5 سنين، شفت اتعقمت في حالات كليفت ليب وكليفت بلد كتير جدا. في بداياتي كنت بجيب تكست بوك في حالات تريو بوست كليفت راينوبلاستي واوري العيان الريزلت بتاعت احسن ناس، انا اقول له انا هبقى مقارب انا مش احسن منهم، بس عشان العيان يبقى فاهم ان هيبقى فيه ريزيديوال ديفورمتي عشان يتقبل. يبقى ده فيري امبورتنت ستيب قبل ما تشتغل راينوبلاستي، اسمه مانجينج بيشنت اكسبكتيشنز طبعا والكونسنتنج فور ايفري ثينج، مي نيد انذر سيرجري، نيد فور جرافتنج، وات اباوت ذا ريزلتس، فانكشنال اور اسيتكس، كل ده ده في البلان اللي قبل حضرتك ما تشتغل. نيجي بقى في الاوبراتيف بالنسبه للكليفت ليب ديفورميتي، اي ثينك ماي هاندز اول كيسز اوف كليفت ليب ديفورميتي must be done through the open rhinoplasty approach. مش عارف استاذنا الدكتور محمود يعني تمام يا بيه. بالنسبه للنورمال سايت اللي هو النون كليفت سايت، ده بيبقى بالنسبه لك زي موديل تبني عليه الاذر سايت لور لاترال كارتليج، وده مهم جدا. في الغالب اللور لاترال كارتليج على الكليفت سايت بتبقى فليمسي، بتبقى ضعيفه جدا. في حالات كتير بعمل ديسكشن فروم ذا فيستيبولار سكن، اي كرييت ا نيو دوم ايكوال ان شيب اند بوزيشن وذ ذا اوبوزيت وان اللي هي النون كليفتد سايد، وبعمل ريبليسمنت للديفكت اللي موجود بكارتليج فروم ذا سيبتوم او من الكوستال كارتليج او من الكونكا افتر كرييشن اوف ا جروف نير ذا ايلر مارجن، وبثبته بالفايبرال سيوتشرز سيتويتد انسايد نوت سيتويتد انسايد، وبثبت الكارتل بحيث ان الايه تبقى ستي ان بوزيشن اب تو 3 ويكس. دي اول تريك طبعا من الكليفت ليب ديفورميتي، من الحالات اللي في الغالب بتستوجب ان احنا نعمل يونيلاترال سبريدر جراف سبيشالي اون ذا كليفتد سايد افتر دوينج separation of the upper lateral cartilage from the septum and from the septoplasty. You notice depression or hypoplasia on the clifted side. Some patients of clifted lip deformity have a pseudo hump. So you should create a strong nasal septum and nasal tip support. In many cases, I always use septal extension graft for creation of a strong support for the lower lateral cartilage and the nasal dorsal. من الحاجات المهمة جدا طبعا في حالات الكليفت ليب ديفورميتي ان انت تحط بعد ما حضرتك يعني هو ده التريكس بعتمد على الجرافتنج تكنيكس والسيوتشرز بالنسبة لبوزيشن اوف ذا نيزل كلام. السبلنت مهم جدا وبتسيبه فترات طويلة. الاهتمام جدا بالتفاصيل وخاصة السيوتشرز ماتيريال ما يبقاش فيه اكستروجن من الايه من النوت، زي ما شفنا في الحاله الناس اللي حضرت معايا لقينا فيه بروجين سيوتشرز اكسبوزد فروم بريفيوس سيرفيس، ودي نقطه مهمه. بالنسبه لحالات الكليفت ليب انا بصراحه لو لقيت فيه مشكله بالنسبه للفلترم او الوايت لاين اوف ذا لب بعمل ريفيجن للب المره دي في السكند ستيج بالظبط. لو لقيت فيه هايبوبليزيا في الماكسيلا او في مال بوزيشننج اللور لاترال كارتريج ات ذا جنكشن وذ ذا فيس المنطقه دي ممكن تعمل زيت بلاستي ات ذا ذيس ريجون اند يو بوت مالتيبل pieces of diced cartilage. والتريك ده انا اتعلمتها من جيلبرت نولس ترينيتي من الناس اللي اشتغلت في ليفت اللي شفتهم في نيزرلاند كتير وخدت معاه كورس، كان دايما بيعمل زي بلاستي وبيحط diced cartilage especially at the lateral عشان ترفع الايلر بحيث ان هي تبقى حضرتك ايه opposing each other.
الحاله اللي اشتغلناها كان فيها ما كانش فيها انتيرو نيزال سباين، فكان لازم نثبت السبتا الاكستنشن جرافت، السبتا ريبليسمنت جرافت للتري اوستيوم ات ذا بروبوز سايت فور بري ماكسيلا. طبعا الحالات البايلاترال كليف كليف بيبقى فيها مشاكل، وخاصه لو الجراح الاولاني عمل ايفولجن للبري ماكسيلا بتلاقي الدنيا صعبه جدا. طبعا الحالات كليف كليف ديفورميتي الريزلت معايا يعني الحمد لله، يعني مثلا 90% من الحالات بتبقى ساتسفايد، في 10% من الحالات بتحتاج مثلا نعمل في واي ادفانسمنت للالور ريم، اخد كومبوزيت جرافت لو في حته مثلا فيها ديفيشنسي تبقى نظري ستيج. ده باختصار معلش بقى. يعني اخدت انهي ريسك؟ انا اخدت عند الفري بوردر في كوستال مارجن، لان البيشنت كانت واخده حضرتك عند الخامس او السادس. فانا فتحت على المارجن وخدت على المارجن كان حوالي 4 سم طول. دول بقى عملت بيهم كام جرافت؟ انا عملت بيهم حضرتك 3 جرافتس. سبتا الاكستنشن جرافت ودورسال جرافت. دورسال جرافت حطيته ما بين التو نيزل بونز، المفروض كنت ثابته بس للاسف ما كانش فيه دريل، ثابته في الابر لاترال كارتليج، وعملت السيرد جرافت ريبليسمنت للور لاترال كارتليج. دي حركه سمول بيسز كارتليج حطيتها في الايه مكان ال. سؤال رجعت على الليل. اتفضل يا بيه. رجعت على طيب بتعمل وات تكنيك يعني عملتها بقى والله يا دكتور. هو طبعا الفيرست اوبريشن كان فيه سكار. فكان الهدف بتاعي ان انا ريستور الوايت لاين وجود ريستوريشن اوف ذا الكيوبي والوايت لاين والكيوبي بالظبط. ده اهم حاجه. والسكار اقل منه واعمل لينسنج از ماتش از اي كان. ليه ده كمان؟ لان عاده انت علشان تو اد لينك تو ذا ميديان سيجمنت برو ليبيان يعني عشان ينزل شويه برو ليبيان يو كان. لو انت بتشتغل ميلار يعني لو انت متعود على ميلار فانت بتلف بالانسيجن بتاعك عند البيز اوف ذا كوليمال بالظبط. صح كده؟ بالظبط. لو انت عامل اوبن ابروف. اما انا في الاول بقى معلش يا بيه انا اسف نسيت اقول انا فتحت في وعملت في واي ادفانسمنت طولت معايا. بالظبط. يعني كان فيه يعني السجن بقى نزل. ايوه ما بقاش هنا بقى. ايوه بالظبط يعني عشان طولت حتى الصوره. انا كان قصدي ايه بقى؟ كان قصدي لو انت هتعيد على اللف تعمل الميلار. الميلار فيها حته اسمها سي فلاب. السي فلاب عند هي السي دي اللي ممكن تطولها يعني هي دي اللي ممكن. انا في حالات بعملها كده ليه بس طبعا بيعتمد على الفايبروزز في المنطقه. يعني في حالات يعني الحاله دي كان فيها فيري سيك سكار وديبريست فكان لازم. صورت حضرتك بريم بوست؟ صورت بريم بوست. طب هي موجوده على الفور؟ لا موجوده على الكاميرا. هي حاجه هي دكتور جمال لفلف ليس بالكلمه دي حاله مستقصيه. صحيح الدكتور كمان تطوع عليها مشكورا يعني. هو ان هو عمل المجهود ده كله طبعا حاجه جميله. مجهود ربنا الحمد لله يعني خلصت العالم بس كان متوقع في 10 ساعات. لا طويله.